رابع مواجهة ما بين الاثنين مدربين في التاريخ بعد ثلاث مواجهات جمعت بينهم في الدوري الصيني في موسم 2018. صفر حكم المباراة وعلى بركة الله يعلن بداية أحداث قمة الصدارة شباب الأهلي الشارجة هنا في أرضية استاد راشد. تحياتي بلال أحمد علام معلقا وواصفا لمباراة اليوم ما بين شباب الأهلي والشارجة. محاولة من كايو لكن تتقطع من سعيد عزة الله. يرجع سعيد عزة الله مرة تانية في وسط الملعب ويأمن الكرة عند رينان فيكتور. رينان اللي ينقل الكرة إلى ريكيلمي في الطرف الأيسر. ريكيلمي سلم الكرة إلى سعيد عزة الله اللي بيلعب مرة تانية لكن بهدوء في اللقطة الماضية من لوكا ميليفيوفيتش. رينان لعب كرة في أقصى الطرف الأيسر إلى ريكيلمي. الضغط من فراس بالعربي لكن يصفر لها أحمد سالم خلفان. خطأ وضربة حرة لمصلحة نادي الشارجة. خطأ لمصلحة نادي الشارجة. رجالات نادي شباب الأهلي متواجدين قبل المباراة بساعتين وحضور طبعا للإدارة وحضور للجماهير العريقة وللأشخاص الذين يعملون في صمت في شباب الأهلي. على الجانب الآخر نادي الشارجة اللي بالتأكيد رجال الإدارة كانوا متواجدين قبل المباراة مع اللاعبين في يعني زي ما بيقولوا مساندة رائعة من قبل الإدارتين. رجعت الكرة في الخلف المرة دي. هنا البداية من حمد المقبالي اللي يلعب الكرة عند سعيد سليمان. الضغط من وسط الملعب من كرتابيا يقطع كايو. كايو عايز يلعب بينية. وصلت إلى فراس بالعربي من الجانب الأيسر. بالعربي عايز يلعب بالعرض. مرر الكرة إلى دافيد بيتروفيك. ولكن هنا التغطية من سعيد سليمان. وإلى ضربة ركنية. طلعت الكرة لخارج أرضية الملعب وإلى ضربة ركنية لمصلحة نادي الشارجة. على عكس المتوقع الشارجة هو اللي بادئ ضاغط هنا في أرضية الملعب. وأمامنا هنا حمد المقبالي اللي بيقود مباراة النهاردة في حراسة مرمى النادي الأهلي. نادي شباب الأهلي. ترقب وحضر. شوف هنا شاهين عبد الرحمن وشوف هنا الحوار اللي ما بينه وما بين بوجدان بلانيتش ورينان فيكتور ومباراة خارج الخطوط بين برتغالي اسمه باولو سوزا على مستوى تاريخ كرة القدم كلاعب حقق لقبين لدوري أبطال أوروبا ولشخص أصبح مدرب له ثقله على مستوى المشاركة كان لاعبا في الدوري الروماني هو السيد كوزمين أولاريو. خالد الضنحاني ياخذ كره من ماجد حسن الى كره عاليه محاوله اماميه في العمق لكن هنا الابعاد عند سردار ازمون. ماركوس ميلوني ضغط خد الكره فيها خطا على سردار ازمون وضربه حره لمصلحه نادي الشارجه. خطا ضربه حره في اللقطه الماضيه على ماركوس ميلوني في وسط الملعب بشده كده ودفعه من القادم من الباير ليفركوزن والذي كان معارا للجالو روسي في اللقطه الماضيه سردار خليل ازمون. خطأ على سردار أزمون وضربة حرة لمصلحة نادي الشارجة. خطأ ضربة حرة عودتنا المباريات فيما بينهم على الإثارة والمتعة لمن يتذكر هدف يوسف حسين في موسم 91-92 في واحدة من المباريات التي لا تنسى بين الفريقين. ضربة حرة عند فراس بالعربي اللي واقف على التنفيذ. اتلعبت الكرة بالعرض هنا الاستلامة هنا المحاولة موجودة الكرة من عثمان كمارة اللي يلعب لخالد الضرحاني يرجع في الجانب الأيمن إلى عرضية من ماركوس ميلوني ولكن هنا سعيد سليمان يحط راسه إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس. مرت الكرة لخارج الملعب وإلى رمي التماس. أمامنا هنا سعيد سليمان هو اللي كان بيأمن في اللقطة الماضية. مع أول توقف هقول لحضراتكم بدلاء الفريقين هنا لأن دكة الفريقين تمتلك عديدا من الحلول. على المستوى الحلول الهجومية دكة شباب الأهلي أفضل. هنا محاولة بكعب القدم لكن تتقطع هنا السقوط. خطأ ضربة حرة من نصيب سعيد عزة الله. ضربة حرة لمصلحة نادي شباب الأهلي. اتلعبت الكرة قصيرة عند رينان فيكتور. رينان فيكتور اللي بيأمن بدلاء نادي شباب الأهلي النهاردة حسن حمزة وليد عباس حارب عبد الله سهيل مؤنس دبور يحيى الغساني ماتيوساو إيجور سيلفا وعيد خميس وكون سانتوس وبرينو كاسكاردو. أما بدلاء نادي الشارجة في مباراة النهاردة فخالد توحيد ومايد محسن مصبح مع حمد فهد والحسن صالح ومارو كاتينيتش. لكن نبص الكرة يوري سيزار قطعها يوري سيزار. يوري سيزار أهلوية محاولة بعرض الملعب ما تلاقيش أي حد خالص يسيبها اللعيبة لخارج الملعب وإلى رمي التماس.
الانضاري فهد سالم سلطان داركو نجمازيتش ماجد راشد تايرون كونراد وبيرو مع عبد الله غانم. هذه هي دكة بدلاء الملك الشرجاوي في مباراة اليوم. رمي التماس لمصلحة نادي الشارجة. اتلعبت الكرة لكنها لخارج الملعب وإلى تماس لمصلحة شباب الأهلي. السيد أولاريو كوزمين اللي درب من قبل شباب الأهلي وبالمناسبة أمام شباب الأهلي كمدرب لعب 7 مباريات لم يفز إلا في مباراتين فقط. السيد كوزمين أولاريو المدير الفني. الفريقين بالعلامة الكاملة على صدارة دوري أدنوك للمحترفين ب 15 نقطة من 5 مباريات. جيلرمي بالا بيحاول، اتقطعت منه أحمد سالم خلفان بيقول العب في راس بالعربي بيحاول مرة تانية استخلاص سريع من يوري سيزار مع الكرة. يوري سيزار نقل واحدة في الطرف الأيمن. سعيد سليمان يلعب الكرة عند كارتابيا. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام يا سلام يا راجل يا راجل. كارتابيا فعل كل شيء، كارتابيا عمل لك كل حاجة يا سردار. لكن يا جماعة ما شاء الله مش طبيعي مش طبيعي. عيني عليك برده. شوف هنا شوف هنا يا ولد يا لعيب يا لعيب. إلى سردار أزمون اللي خد القرار الصحيح لكنها مرت بمحاباة القائم الأيمن وإلى ضربة مرمى. من يصنع الحلول الفردية حضر، من يصنع الحلول الفردية حضر، ولكنها لم تكتب في شباك الحسني يا سردار. فيدريكو كارتابيا الله عليه استلم كورة وقام رميها 2-3 متر قدامه كده وضرب الاسبرينت وراح، ولكن في النهاية الكرة لم تصل إلى شباك عادل الحوسني. ضربة مرمى لمصلحة عادل الحوسني حارس مرمى نادي الشارجة. أول كرة خطيرة في المباراة من نصيب أصحاب الأرض شباب الأهلي. في موسم 2018 التقيا باولو سوزا وكوزمين. لكن نبص كرة يوري سيزار، يوري سيزار بيحاول يوري سيزار لكن ماركوس ميلوني رجع. هنا بقى في ضرب ما بين ماجد حسن وما بين او تدخل ما بين ماجد حسن وما بين سردار أزمون سلامات. ماجد حسن اللي امضى سنوات رائعه بقميص شباب الاهلي. ماجد حسن في التدخل في اللقطة الماضية في الكورة اللي ما بينه وما بين المهاجم الإيراني الذي يصنع موسم عظيم مع شباب الأهلي سردار أزمون. شوف هنا الكرة والاصطدام ما بين سردار أزمون وما بين ماجد حسن. شوف هنا الكرة، شوف هنا الكرة والاصطدام ما بين الاثنين. لكن ماركوس ميلوني أعاد الكرة للخلف وأحسن التصرف فيها، لكن صفر الحكم من أجل علاج سردار أزمون. على مستوى دوري المحترفين منذ بداية انطلاقته، المباريات اللي جمعت ما بين الفريقين 28 مواجهة. شباب الأهلي تفوق ب 14 انتصار مقابل 6 انتصارات لنادي الشارجة وتعادلا في 8 مواجهات. الموسم الماضي عندما حضر التقيا 4 مرات، مرتين في الدوري الأولى تعادل 1-1، الثانية في 6 مايو من عام 2024 فاز شباب الأهلي على هذا الملعب بنتيجة 3-1. كان كايو لوكاس تقدم ولكن بعد ذلك عاد ليحيى الغساني قبل أن يسجل طيب الذكر مهاجم البرازيل الحالي إيغور جيزوس الهدف الثاني والثالث ليحقق الانتصار لكتيبة نادي شباب الأهلي. في نهائي السوبر 6-2 فاز شباب الأهلي على نادي الشارجة. عثمان كمارة تقدم، ماريجا تقدم، ثم بعد ذلك كارتابيا عادل النتيجة بهدفين. يحيى الغساني سجل الثالث، ماتيوساي سجل الرابع، حارب عبد الله سيل سجل الخامس قبل أن يختتمها يوري سيزار بنتيجة 6-2. شباب الأهلي في كأس رئيس الدولة أيضا فاز على نادي الشارجة في الموسم الماضي في واحدة من المباريات المثيرة بنتيجة 4-3. نحن على موعد مع مواجهة منتظرة الآن وننتظر فيها أهداف يا شباب الأهلي ويا ملك يا شرجاوي. رمي التماس عند خالد الضرحاني من الجانب الأيمن إلى فراس بالعربي. بيحاول فراس بالعربي الضغط من جيلرمي بالا، خد الكرة جيلرمي مع الكرة جيلرمي عدى توغل جيلرمي لكن ماركوس ميلوني يستق الكرة إلى يوري سيزار، إلى محاولة من جديد، إلى دربكة، إلى محاولة، جيلرمي بالا يحافظ عليها، يصفر لها أحمد سالم خلفان، خطأ من نصيب نادي شباب الأهلي. لا يا رجالة لسه بدري يا رجالة، لا يا رجالة. يعني الكل على أعصابه في مباراة النهاردة
وما تشاهده الآن من شد وجذب في أرضية الملعب هو ما يعبر عن سخونة المباراة. شوف هنا اللقطة ويومينيتشو اللي بيتدخل، وشوف هنا عادل الحوسني بعد 10 دقائق بيتكلم بيقول لهم خلاص انتهى وسلامات لماركوس ميلوني اللي واقع على أرضية الملعب. كوزمينو لاريو اللي أمامنا في هذه اللقطة اللي هو الثاني على أعصابه، لكن يعني كورة كده في ظرف 18 20 ثانية كده كان في التحامات قوية ما بين الاثنين لاعبين في أرضية الملعب. هيصفر أحمد سالم خلفان بنادي على مين؟ بنادي على مين؟ أحمد سالم خلفان بنادي على يوري سيزار، ويكتفي بالتحذير الشفوي على يوري سيزار وبيديه إنذار. يبقى إذن إنذار أول في المباراة من نصيب يوري سيزار في الدقيقة 11. إنذار في الدقيقة 11 على يوري سيزار. بينال إنذار هنا يوري سيزار في هذا الوقت من المباراة بعد مشهد كان فيه يعني زي ما بيقولوا إيه شغب كده وشد وجذب. بص هنا السقوط من بلة ثم بعد ذلك الدفعة كده من يوري سيزار على شاهين عبد الرحمن اللي الراجل عصب يا جماعة، شوفوا عصب شاهين عبد الرحمن وبيقول له يعني أنت إزاي تسيب الكرة دي تمر مرور الكرام. شوف هنا الدفعة من يوري سيزار على شاهين عبد الرحمن بعد كده يعني ماركوس ميلوني اللي تعرض لتدخل ثلاثي من لاعبي شباب الأهلي، لكن في النهاية احتسبها أحمد سالم خلفان بخطأ ضربة حرة لمصلحة شباب الأهلي. خطأ ضربة حرة لمصلحة نادي شباب الأهلي. يبقى أحمد خليل أيها السيدات والسادة هو الهداف التاريخي في دوري المحترفين لهذه المباراة برصيد 6 أهداف. 39 هدف سجلها شباب الأهلي في مرمى الشارجة مقابل 28 هدف سجلهم نادي الشارجة في مرمى النادي الأهلي. فيدريكو كارتابيا هو اللي واقف على التنفيذ. فيدريكو كارتابيا يلعب الكرة العالية فيها خطورة لكن الإبعاد من نادي الشارجة. توصل في الطرف الأيمن إلى سعيد عزة الله مع الكرة. سعيد عزة الله يمر ويعدي سعيد يلعب العرضية. سعيد عزة الله الإبعاد بعودة إلى يوري سيزار ما ظبطتش إلى كارتابي عايز يحطها إلى بالا ولكن فراس بالعربي يستخلص. لمسة المرة دي من ماركوس ميلوني. رجعت المحاولة إلى سردار زمون بعرض الملعب، محاولة اتقطعت من قبله لكن وصلت إلى لوكا ميلافيوفيتش. الصربي يرجع في الجانب الأيمن إلى سعيد سليمان يسلم الكرة إلى بوجدان بلانيتش اللي بيحضر إلى رينان فيكتور. ريكيلمي في أقصى الجانب الأيسر. ريكيلمي لعب الكرة إلى جيليرمي بالا اللي بيحاول يعدي. خطأ على خالد الضرحاني حرة لمصلحة نادي شباب الأهلي. خطأ ضربة حرة لمصلحة نادي شباب الأهلي في اللقطة الماضية من عمر وأحداث المباراة. بدأ الحضور الجماهيري أيضا يتوافد هنا في أرضية الملعب. أجواء صاخبة مهيئة من أجل أن نشاهد قمة كبيرة وهي قمة حقيقية بالمناسبة هنا في الأسبوع السادس من مسابقة دوري النوك للمحترفين. الأسبوع اللي كان بدأ بتعادل نادي دبل حصن مع نادي العين وفوز نادي الوحدة على نادي كلبة بالأمس. نادي العروبة فاز على نادي بنياس. الجزيرة فاز على خورفكان وتعادل ما بين عجمان والمصر. قبل هذه المباراة قمة نارية انتهت بانتصار النصر على البطايح بنتيجة 4-3 في مباراة دراماتيكية مثيرة. والآن أنتم مع شباب الأهلي والشارجة واحدة بالرأس على يمين عادل الحسني وإلى ضربة مرمى. هنا سعيد عزة الله. سعيد عزة الله بص ارتقلها ازاي وحطها لكنها على يمين عادل الحسني وإلى ضربة مرمى. مرت لخارج الملعب وإلى ضربة مرمى. ضربة مرمى من نصيب عادل الحوسني حارس مرمى نادي الشارجة الآن في أرضية الملعب. عادل جاي يلعب ضربة المرمى لمصلحة نادي الشارجة. يلعب كرة عالية وطويلة أمامية قبل كايو لوكاس اتقطعت وردت مرة تانية. صراع وسط الملعب الآن في محاولة للتفوق ما بين الفريقين لكن الكرة سريعة إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى من نصيب حمد المجبالي. مرت الكرة لخارج الملعب وإلى ضربة مرمى. نادي شباب الأهلي اللي بيسعى للتحقيق الفوز في أول 6 مباريات كي يكمل الرقم التاريخي ما
بعد موسمي 13 14 و15 16 وكذلك نادي الشارجة اللي بيدور على المرة الثانية بعد موسم 20 21. اتلعبت الكرة العالية طويلة المرة دي توصل في الجانب الأيسر إلى ريكيلمي. بص سردار أزمون نازل فين، سعيد عزة الله يرجع في الخلف عند بوجودان بلانيتش، سعيد سليمان من الجانب الأيمن إلى بوجودان بلانيتش اللي بيحضر، سلم الكرة على الأرض من جديد، هنا محاولة لسعيد عزة الله يرجع إلى بوجودان بلانيتش اللي بينقل واحدة في الطرف الأيمن لكنها طويلة وبعيدة عن سعيد سليمان إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمي التماس. مرت الكرة اللي خارج الملعب وإلى رمي التماس. دافيد بيتروفيك هو اللي جاي يلعب رمية التماس الظهير الأيسر في مباراة النهاردة، لعب الكرة لكن سعيد سليمان يقطع إلى يوري سيزار بيحاول يعدي لكن يعترض طريقه ماركوس ميلوني، اتنقلت في الجانب الأيسر بعيدة عن لوان بيريرا إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس. بيقول له حطها تحت رجلي. شاهين عبد الرحمن قائد الفريق وشقيقه اللي كان بيلعب بجواره من قبل في موسم 14 15، بدر عبد الرحمن. رمي التماس عند سعيد سليمان هو اللي جاي يلعب رمية التماس الآن لصالح نادي شباب الأهلي. لعب الكرة إلى يوري سيزار اللي لعبها إلى فيدريكو كارتابيا، مرر الكرة حلوة عند سعيد عزة الله في الجانب الأيسر، استلامة من جلارمي مع الكرة بالله اللي بيحاول مع خالد الضرحاني مش سايبه إلى خطأ، ضربة حرة لمصلحة نادي شباب الأهلي. شوف ريكيلمي وشوف الحديث ما بين الاثنين في أرضية الملعب. مرة وحيدة تفوق كوزمن كمدرب على باولو سوزا بركلات الترجيح في كأس الصين عندما كان كوزمن مدربا لفريق نادي جيانسو وباولو سوزا كان مدربا لنادي تيانجي. لعبوا 3 مباريات في موسم واحد في الدوري الصيني. المباراتين الاثنين في الدوري الذهاب والإياب انتهيا 1-1 ولكن في الكأس فاز كوزمين أولاريو بنتيجة 10-9 على باولو سوزا بركلات الجزاء الترجيحية. هنا محاولة مرة تانية في الجانب الأيمن لكن ريكيلمي أملع عثمان كمارا يطلعها لخارج الملعب وإلى رمي التماس. مرت الكرة لخارج الملعب وإلى رمي التماس. هنا قمة الصدارة حتى الآن مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان بعد 17 دقيقة ولا يزال التعادل السلبي يلقي بظلاله هنا في أرضية الملعب. الضرحاني يلعب الكرة عند عثمان كمارة إلى لمسة أمامية عند فراس بالعربي، مع الكرة فراس بالعربي عايز يعدي لكن سعيد عزة الله هو اللي يطلع الكرة. اتسلمت في وسط الملعب عند يو مين تشو اللي نقل واحدة في الطرف الأيسر، هنا المحاولة هنا بيتروفيك عرضية ولكن التسديد تسكن في الشباك الجانبية إلى حمد المجبالي وإلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى آخر مواجهة ما بينهم في أكتوبر كانت على ملعب الشارجة في يوم 21 أكتوبر من عام 2017 وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. لكن يبقى ماجد حسن ويبقى أحمد العطاس وعبد العزيز سالم ومحمد جابر من أشهر من ارتدى يا قميص الفريقين. أحمد خليل على صدارة الهدافين بستة أهداف يلي إيغور جيزوس 5 أهداف ثم ريان مندش وإيغور كورونادو ويحيى الغساني وكارتابيا ب3 أهداف في كل المسابقات اللي جمعت بين الفريقين. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمي التماس. اتلعبت الكرة الأمامية عند سردار أزمون اللي بيمررها للأمام لكنها بتمر إلى صفارة خطأ ضربة حرة. سردار أزمون صاحب 29 عاما، اللاعب اللي ولد في 1 يناير من عام 95 واللاعب اللي كان بدأ مسيرته في نادي سبهان أصفهان قبل أن ينتقل إلى الدوري الروسي ليلعب بقميص روبن كازان وروستوف قبل أن ينتقل إلى زينت سان بيترسبرغ والذي كان قد باعه بمبلغ وصل إلى 3.5 مليون يورو إلى نادي باير ليفركوزن وانتقل مطلع هذا الموسم إلى شباب الأهلي. أمامنا هنا باولو سوزا عمال يتحدث مع لاعبين في أرضية الملعب. كرة أمامية محاولة لكن ترد. الفريقين برضو بيتنافسوا في نفس البطولة في دوري أبطال آسيا 2. هنا المحاولة من يوري سيزار عدى راح لأقصى الطرف الأيسر. يوري سيزار بيحاول ولكن ماركوس ميلوني من أمامه. ترد من جديد إلى بلة. جيلرمي لعب إلى سردار اللي يرجع إلى كارتابيا. كارتابيا إلى سعيد سليمان يرجع إلى كارتابيا من جديد.
الى تغيير لعبه في الطرف الايسر الى ريكيلمي. استلم الكره ريكيلمي يا ولد، لكن عثمان كمارا والانذار الثاني في المباراه من نصيب عثمان كمارا. انذار من نصيب عثمان كمارا هنا في الدقيقه 20. عثمان كمارا اللي تدخل بقوه كده واعترض طريق يوري سيزار اللي كان روغه في اللقطه الماضيه. 23 سنة عمر عثمان كمارا، واللي على فكرة يعني كان تألق مع نادي الصفاقسي الرياضي التونسي اللي كان اشتراه من أحد الأكاديميات الخاصة في مالي. نادي الشارجة كان أعاره إلى نادي كلبة وقدم معاهم مردودا رائعا. عثمان كمارا هذا الموسم سجل 3 أهداف في 5 مباريات، سجل مباراة في كأس أديب وسجل هدفا في مسابقة دوري أبطال آسيا 2. عثمان كمارا اللاعب الغيني اللي في أرضية الملعب واللي أيضا يعني يعتبر من اللاعبين المقيمين هنا في الإمارات العربية المتحدة. فيدريكو كارتابيا من الجانب الأيسر، أدي هنا عثمان كمارا لينال الإنذار، وفيدريكو كارتابيا في الجانب الأيسر جاي يلعب الضربة الحرة. دي خطيرة لشباب الأهلي، دي خطيرة، ولكن يقراها كويس يو مين تشو. ردت الكرة من ريكيلمي، لكن الإبعاد في أقصى الطرف الأيسر إلى خالد الضنحاني. مع الكرة خالد الضنحاني ينقل عند بيتروفيك. على فكرة خالد الضنحاني النهاردة بيلعب دورين في أرضية. يا ولد يا سلام يا سلام بذكاء كايو لوكاس، لكن برضو فيها إنذار على اللي أمامنا بوغودان بلانيتش. إنذار أهو في الدقيقة 22 بيناله بوغودان بلانيتش. وضربة حرة دلوان بريرا اللي تعامل مع الكرة بذكاء في اللقطة الماضية. هنا انطلاقة أمامية ومحاولة، لكن فيها الإبعاد المرة دي من جانب دفاعات نادي الشارجة. محاولة من أجل بناء الهجمة وبداية الهجمة الآن في أرضية الملعب. صفارة من حكم المباراة وخطأ ضربة حرة. خطأ ضربة حرة، الكابتن أحمد سالم خلفان اللي قدامنا أهو بيصفر وبيحتسب خطأ ضربة حرة. عايز اقول لك يعني اوصل لقيمه المباراه في اول يعني 22 دقيقة. تخيل عزيزي المشاهد، الفريقين اكملوا 118 باص، 44 من نادي الشارجة و52 من نادي شباب الاهلي. ده يعكس لك حجم القوة اللي موجودة. لا يا راجل ده 64 دلوقتي مع الابديت، 64 تمريرة من شباب الاهلي مقابل 63 تمريرة من نادي الشارجة. سلامات لخالد الضرحاني اللي واقع على ارضية الملعب، الف سلامة. خالد الضرحاني الظهير الدولي الاماراتي، خالد ابراهيم الضرحاني اللي واقع على ارضية الملعب. خالد الضرحاني اللي لاعب 21 مباراة دولية ومسجل هدف دولي وحيد هو الأغلى له في مرمى المنتخب القطري. خالد الضرحاني اللي كان بدأ مع دبل بجيرة قبل أن ينتقل إلى الوحدة ويعار إلى بنياز وينتقل من الوحدة إلى الشارجة في موسم 2021. خالد إبراهيم الضرحاني. ضربة حرة لمصلحة نادي الشارجة عند ماركوس ميلوني، كرة أمامية بالغلط وصلت إلى كايو. يا راجل يا راجل، فرصة خطيرة بتضيع دلوقتي على نادي الشارجة بعد ما ريكيلمي كان أهداها براسه إلى كايو لوكاس اللي سدد، لكن على يمين حمد المقبالي وإلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. ها هو نادي الشارجة يرد على فرصة سردار أزمون بكرة، ولكن التسديدة كانت بعيدة، مرت إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى حلوة. رجعت الكرة مرة ثانية في وسط الملعب. شوف هنا في رسم العربي يا ولد، لمس حلوة يا ولد يا ولد يا ولد، لكن لا، على يسار حمد المقبالي وإلى ضربة مرمى. شوف هنا في رسم العربي عمال بيتكلم مع زملائه في الكرة الماضية، وبص واللي قطعها، وهنا التسديدة من لوان بريرا، لكن الكرة لم تسقط الشباك، مرت لخارج الملعب وإلى ضربة مرمى. بوغودان بلانيتش يحضر عند رينان فيكتور، يضغط عليك أيوه، وفي النهاية يصفر أحمد سالم خلفان بخطأ.
بيحاول دلوقتي كوزمن ولعبته ان هم يضغطوا على صفوف نادي شباب الاهلي من وسط ملعبهم. وهنا الكره في اللقطه الماضيه، ولكن رينان فيكتور عرف ياخد خطا من امام كايو لوكاس. ضربه حره اتلعبت سريعه المره دي عند سعيد عزه الله، ممتع على فكره تتفرج عليه وانت في الملعب، ممتع ما شاء الله عليه، لعيب طويل، استلمته للكره في وسط الملعب هايله، باص نظيف من الصفقات المثاليه اللي يعني تعاقد معاها نادي شباب الاهلي. في يناير الماضي الى تمريره اماميه عند بالا جيلرمي مع الكره، جيلرمي بيحاول جيلرمي، ولكن ماركوس ميلوني الى تمريره طويله عاليه ويقطع رينان فيكتور. ريكيلمي يريحها براسه الى سعيد عزه الله يا ولد عند لوكا ميلوفيوفيتش الى كارتابيا مع الكره، فيدريكو نقل عند سعيد سليمان بيحاول يعدي، هايل دافيد بيتروفيك يلعب كره طويله محاوله عند كايو لوكاس، لكن رينان فيكتور في التوقيت المثالي اقرب. عزة الله يرجع لبوجدان بلانيتش اللي بيسلم الكرة عند فيدريكو كارتابيا اللي بيمر بيلعب كرة عند جيلرمي بالا، محاولة الضغط من العمق كارتابيا، ولكن يصفر لها أحمد سالم خلفان خطأ، ضربة حرة لمصلحة نادي شباب الأهلي. خطأ ضربة حرة لمصلحة شباب الأهلي الآن في أرضية الملعب. بدأ الملعب يمتلئ عن بكرة أبيه هنا في أرضية استاد راشد. وضربة حرة لمصلحة نادي شباب الأهلي. هنا أمامنا محمد فراس بالعربي اللي ظهر أمامنا اللاعب الدولي التونسي في أرضية الملعب، محمد فراس بالعربي واللي يعني بيحاول إن هو يعني يقدم دور دفاعي في تكتيك جديد النهاردة من جانب أولاريو كوزمن اللي يعني مأخره كده. اللاعب اللي كان من الصفقات الكبيرة لنادي النجم الرياضي الساحلي واللي نجح ان هو يخطفه من نادي مستقبل المرسى. ثالث محطاته في الكرة الإماراتية نادي الشارجة بعد أن حضر في موسم 2021 إلى نادي الفجيرة، 21-22 إلى نادي عجمان، وفي الموسم الماضي حضر إلى نادي الشارجة. خطأ ضربة حرة عند فيدريكو كارتابيا، تتهيأ له الكرة تسديدة من بعيد، ولكن يصفر أحمد سالم خلفان بخطأ. يصفر أحمد سالم خلفان بخطأ. وضربة حرة لمصلحة نادي الشارجة. شوف هنا كرة من كارتابيا، لكن هنا صفر إن في يعني لوكا ميلوفيوفيتش مع عثمان كامارا، هنا حتة مصارعة كده سوبليكس. لوكا ميلوفيوفيتش القادم من صفوف الكريستال بالاس، لاعب الصربي. ضربة حرة لمصلحة نادي الشارجة عند عادل الحوسني 28 دقيقة. أيها السيدات والسادة، القمة على صفيح ساخن. لا كوزمن عايز يسلم من بدري، ولا باولو سوزا عايز يخامر من بدري. الاثنين يعني على قد ما بيقدروا بيحاولوا ان هم يعني ايه يلعبوا بنفس النسق والاسلوب اللي ينجح ان هو يخطف هدف، يعني يبقى بطل في هذه التأمينات الدفاعية الحصينة. في وسط الملعب مرة ثانية يضغط سعيد عزة الله إلى لوكا ميلوفيوفيتش إلى جيلرمي بالا، بص بقى هيضيقوا عليه المساحة. شوف أول ما بيستلم، بص تضييق المساحة معذور النهاردة دفاعي لأول مرة أشوفه ليه في راس بالعربي، لكن هايل هنا في المراوغة عزة الله بيحاول حكم المباراة بيقول العب إلى عثمان كامارا، هنا في مساحة، هنا عثمان، هنا كايو، لكن هنا بوجدان بلانيتش، وإلى ركنية من نصيب الشارجة. ركنية من نصيب الشارجة. لو الكاميرا بس تيجي على المقصورة الأمامية، لو الكاميرا تيجي على التوتر العصبي اللي من جانب الإدارتين ومن جانب الجماهير اللي موجودين في أرضية الملعب. قمة مثيرة وحساباتها مختلفة بكل المقاييس هنا في أرضية الملعب. الركنية الثانية في المباراة من نصيب الشارجة إلى فراس بالعربي، لكن حمد المجبالي يطير بالبوك ويلعبها بالعكسية إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس. حمد المجبالي اللي كان كتب شهادة تألقه في مواجهة شباب الأهلي وعجمان واللي كان خرج فيها حسن حمزة، ولكن حمد المجبالي ما شاء الله كان عمل جيم كبير جدا 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 كما نشاهد هنا، يعني صورة رائعة في المدرجات للجماهير الحاضرة والمتواجدة هنا في أرضية الملعب.
رمي التماس اتلعبت استلامة لكنها تمر إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس من ناحية اليمين. رمي التماس هتتلعب الكرة عالية لكنها سهلة. رينان فيكتور يبدأ في الخلف عند لوكا ميليفيوفيتش. تنظيم رائع هنا من رابطة المحترفين الإماراتية في أرضية الملعب. صراحة يعني الخدمات اللي عمالة تقدم للاعبين للجماهير في أرضية الملعب شيء جميل ورائع كما تشاهدون هنا أيها السيدات والسادة. هنا المحاولة لكن اتقطعت. هنا الكورة، هنا البينية من ماركوس ميلوني اللي يلعب الكورة عند كايو. استلم الكورة يا ولد يا ولد بكعب القدم إلى عثمان اللي يرجع إلى كايو. ضغط من الجانب الأيمن، كايو يلعب الكرة العرضية حلوة حلوة عدت عدت ولكن في النهاية حمد المجبالي لها بالمرصاد. في النهاية حمد المجبالي لها بالمرصاد. تبتدي الكرة من الطرف الأيمن. لوكا عايز يلعب كرة عند سردار أزمون. رجعت مرة ثانية في وسط الملعب. هاني هنا التمريرة تسلمت إلى سردار أزمون ولكن تقطع الكرة. تعود مرة أخرى إلى محاولات لكن شوف في النهاية بقى استحواذ الكرة في وسط الملعب. كارتابيا بيهدي اللعبة في الجانب الأيمن. سعيد سليمان لوان بريرا قام أهو بعد ما الكابتن أحمد سالم الخلفان قال يلعب. رينان فيكتور بيبدأ الكرة. رينان فيكتور شباب الأهلي في الحلول الهجومية يعني في شوط اللقاء الثاني إذا ما أراد أن يحول المباراة عنده حارب وعنده الغساني وعنده مؤنس. أما نادي الشارجة فيعني يمكن عنده تايرون كونراد وعنده جيلارمي. في الجانب الأيسر انطلاقة مرة أخرى تمليل على الأرض. هنا الاستلامة من جديد يستلم ويلف كده في اللقطة الماضية برينو ولا ده عفوا ده جيلارمي بلا برينو على الدكة. لعب الكرة إلى بوجودان بلانيتش يسلم كرة في الطرف اليمين إلى كرة عالية محاولة لكن خالد الضرحاني غلط في تشتتها. ريكيلمي عدل الكرة إلى سردار حافظ عليها سردار ولكن التسديدة في النهاية بين أحضان عادل الحوسني. رتم المباراة ونسقها سريع جدا جدا جدا. التسديدة في اللقطة اللي فاتت بداية عند شهير عبد الرحمن. يا راجل خدمته الكورة ورقص على الخط كده سردار أزمون. خالد الفرحاني يلعب الكرة لكنها تمر إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس. ومعها هنا في الدقيقة 33 حكم المباراة بيعطي كولينج بريك من أجل إراحة اللاعبين هنا في أرضية الملعب. كولينج بريك لحظة من أجل التقاط الأنفاس هنا في أرضية الملعب. لا زالت النتيجة 0-0 لكن المباراة في نسق لعبها وفي رتمها سريعة كما نشاهد هنا. ندعم المرأة للقضاء على سرطان الثدي بالتوعية بالفحص المبكر. عفانا وعفاكم الله وشفانا وشفاكم الله وعفاكم. لكن هنا كما نشاهد الشيء الجميل أن عندما توفرت كل المعطيات للجماهير في الملاعب الإماراتية الجماهير حضرت على مستوى الرعايات، رعايات من كبرى المؤسسات، على مستوى الخدمات، على مستوى تنظيم الدخول، على مستوى طرح التذاكر. وخلاص بقى يعني الجو بدأ يظبط، محدش له حجة. وبإذن الله تعالى نشاهد الجماهير مكتملة العدد في الأيام القادمة. جماهير الشباب الأهلي وجماهير الشارجة في أرضية الملعب. يا أوليريو يا كوزمن. أوليريو كوزمن المدير الفني لنادي الشارجة. كوزمن
اللي بالمناسبة أيها السيدات والسادة عندما تولى تدريب شباب الأهلي درب شباب الأهلي في 144 مباراة، رقم كبير. يمكن نادي شباب الأهلي اللي كان عمل لفتة طيبة عندما طلبه المنتخب السعودي في كأس آسيا 2015، كان ذهب لتدريب المنتخب السعودي وقاده في 4 مباريات في لفتة كانت رائعة من إدارة شباب الأهلي في ذلك الوقت. سردار أزمون يخسر الكرة عشان تبقى لخارج الملعب وإلى رمي التماس. جوزمان اللي كان احترف في الدوري الكوري مع نادي سيون بلوينجز وفي الدوري الياباني مع نادي جيف يونايتد إيتشيهارا. الكرة اللي خارج الملعب لمصلحة شباب الأهلي من الناحية اليسرى عند ريكلمي. لا زالت حتى الآن القمة 0-0 ولكنها لم تفصح عن كل ما فيها. سعيد سليمان يمرر الكرة مرة ثانية في الخلف، تمريرة عند جيلرمي لكن تتقطع. لوان لعب الكرة عند عثمان كمارة بوجه القدم لكن هاي رينان فيكتور. شوف هنا سردار أزمون راجع حافظ على الكرة، سردار إلى جيلرمي، بلا راح على الطرف الأيسر، جيلرمي عدى جيلرمي عايز يروح، جيلرمي راح ولكن شاهين عبد الرحمن قال له لا تروح. لكن جيلرمي اللي انقض على كرة وانطلق من الجانب الأيسر ولكن شاهين عبد الرحمن يأمنها وإلى ضربة ركنية. عينك بقى عزيز المشاهد على بوجودان بلانيتش في هذه الكرات، عينك عليه بس. ضربة ركنية عند فيدريكو كارتابيا، هو اللي واقف على التنفيذ. فيدريكو كارتابيا الآن في أرضية الملعب، ترقب حذر وفيدريكو كارتابيا، ومحاولة بالرأس المرة دي لخارج الملعب من سردار أزمون وإلى ضربة مرمى. سردار أزمون يعني اللي كان قال تصريح هنا عبر شاشة أبو ظبي الرياضية، وتصريح الحقيقة يعني كان تصريح جميل، قال سنحاول من أجل أن ننتصر في مبارياتنا القادمة في تصفيات كأس العالم حتى نساعد الإمارات معنا، إيران وأوزبكستان والإمارات وقطر وكرغستان وكوريا الشمالية في مجموعة واحدة، والمنتخب الإماراتي في المركز الثالث مع المنتخب القطري الذي يأتي في المركز الرابع. بالتوفيق للأبيض الإماراتي في المباريات القادمة وفي المواجهات القادمة. هنا عودة مرة ثانية إلى كايو، البحث عن زميل كايو بيقرب، كايو يعدي، كايو يمر، كايو ولكن ريكلمي من أمام كايو إلى خارج الملعب وإلى ركنية. بص كايو بيطالب الجماهير الشرجوية بالتشجيع، والكرة إلى ضربة ركنية. هي الجماهير الملك الشرجاوي اللي متواجدين في أرضية الملعب، اللي متواجدين خلف مرمى شباب الأهلي. فرس بن العربي هو اللي واقف على التنفيذ. ضربة ركنية، تنظيم غير جيد من لاعيبة شباب الأهلي على فكرة في منطقة جزائهم. المساحة دي خطر، المساحة دي خطر، ولو عينهم مش على الوان او في او 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 على ماركوس ميلوني. لكن خلينا نشوف في راس العربي، ولمسه المره دي قلت لك خطر، لكن كايو لمسها، مرت على يمين حمد المجبالي والى ضربه مرمى. ضربه مرمى لمصلحه نادي شباب الاهلي. ضربه مرمى لمصلحه شباب الاهلي. شوف هنا الكوره اللي موجوده لكنها مرت الى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى. شباب الأهلي الأكثر استحواذا حتى الآن ب 57% مقابل 43% لنادي الشارجة. وحتى الآن الحقيقة يعني فيدريكو كارتابيا وريكيلمي يقدمون مباراة كبيرة، وعلى الجانب الآخر يعني نجد كايو وعثمان كمارة، هذا الثنائي مع ماركوس ميلوني هو الآخر، يبلون بلاء حسنا. سردار أزمون بدأ يهرب من الرقابة اللي عليه داخل البوكس ويطلع لبره عشان يحاول يستلم من الجانب الايسر. لمسه عند فراس بالعربي مع الكوره، بالعربي يلعب الكوره مره ثانيه الى لوان بريرا اللي بيسقط. احمد سالم خلفان بيصفر وبيحتسب خطا. شوف كرات متشابهه في الفريقين على فكره،
الشيء الوحيد يعني او الاثنين الوحيدين ما شاء الله اللي غير متشابهين في ادوارهم في صناعه اللعب في ارضيه الملعب كارتابيا وكايو، بالرغم ان كايو النهارده يعني هو راس الحربه، لكن الاثنين دورهم في التحرك وصناعه اللعب مختلف. لكن تشوف الاستلام لاي مهاجم او لاي يعني بملامح هجوميه في وسط ملعب الفريق الاخر تلاقي زحمه دفاعيه عليه. امامنا هنا كايو غير راضي تماما عن قرار الحكم، لكن صفر واحتسب خطا. و40 دقيقه ايها السيدات والساده، لا زال التعادل السلبي يلقي بظلاله هنا في قمه الصداره في دوري ادنوك للمحترفين. محمد المقبالي جاي يلعب الضربة الحرة الآن لمصلحة شباب الأهلي. يلعب الكرة حمد المقبالي عالية. محاولة عند جيلرمي لكن خالد الظنحاني في وسط الملعب. هنا الدفعة والخطأ من نصيب كايو لوكاس على ريكيلمي. خطأ من نصيب كايو لوكاس على ريكيلمي. وضربة حرة. اللي امامنا الا نادي شباب الاهلي في اغسطس الماضي ضمه من نادي كويابا في البرازيل. ضربة حرة لمصلحة نادي الشارجة في ارضية الملعب بالجانب الايمن عند شاهين. يلعب الكرة إلى كايو، يا ولد حطها حلوة إلى الظرحاني، إلى كايو يلف عرضية، ولكن هنا من أقرب نقطة اللي يأمن عليها رينان فيكتور. رجعت مرة ثانية جيلرمي إلى سردار أزمون، عايز يلعب عند يوري سيزار لكن اتقطعت. هنا سعيد عزة الله يضغط وياخذ منها رمية تماس لمصلحة نادي شباب الأهلي. أمامنا هنا سعيد عزة الله والكرة إلى رمية تماس من نصيب جيلرمي بالا اللي بيسيب الكرة عند ريكيلمي. ادي هنا سعيد عزة الله مع محمد فراس بالعربي اللي غير راضي تماما عن قرار الحكم، لكن هتعمل ايه؟ الحكم خلاص خد القرار والرمي التماس مع حكم الراية. ريكيلمي شوط اول سريع لكن من دون اهداف، شوط يعني في ندية وحماس ما بين الفريقين، الفريقين نازلين كل واحد اهم حاجة عنده ما يخسرش، يقول لك نفكر بعد كده هنكسب ازاي، المهم ما يدخلش فينا اهداف في شوط اللقاء الاول. سعيد سليمان يلعب على ارض الى جيلرمي، هنا مره ثانيه الى سعيد سليمان مع الكوره. بدر ناصر كان من اللعيبه اللي بتمتلك حلول على الاطراف وغايب عن تشكيله شباب الاهلي. رجعت الكره مره ثانيه الى رينان فيكتور. رينان يغير اللعبه في اقصى الطرف اليمين الى سعيد سليمان مع الكره. سعيد نقل الى جيلرمي بالا في وسط الملعب. لوكا مالوفيوفيتش يلعب الكرة على الأرض عند رينان فيكتور اللي بيأمن ويحضر عند بوغودان بلانيتش. بداية من مناطق الدفاع إلى كرة أمامية، لكن ها هي تقطع وتعود من جديد. لمسة على الدايرة، سعيد عزة الله يلعب الكرة في الجانب الأيسر. أدي هنا اتسلمت، محاولة من ريكيلمي يلعب الكرة إلى يوري سيزار. هرب من خالد، هرب من خالد، لعب العرضية يوري سيزار. يومن تشو عدت من قدامه إلى كارتابيا. خطيرة خطيرة خطيرة، هيتصرف إزاي كارتابيا؟ عدى كارتابيا، عرضية عادل الحسني إلى يوري سيزار. يا راجل حلوة حلوة من يوري سيزار، ولكنها روعة من عادل الحسني، روعة من عادل الحسني الذي أنقذ هدفا محققا، أنقذ هدفا محققا. سلامات سلامات لسردار أزمون اللي واقع عند مرمى عادل الحسني، لكن فيدريكو كارتابيا لعب كرة عرضية سم. شوف هنا، شوف هنا الكورة، شوف هنا الكورة، يومين تشو ما سيطرش عليها، أو ده بتروفيك عفوا. شوف هنا بقى كارتابيا، اتفرج هنا، اتفرج هنا، اتفرج هنا، اتفرج هنا. جماعة ما شاء الله لعيب هاي كلاس، لعيب هاي كلاس ما شاء الله عليه فيدريكو كارتابيا. عادل الحسني طلع في الأولى وأبعدها وأنقذ الثانية بشجاعة. عادل يا ولد يا كارتابيا. جماعة فاكرين الكورة اللي كان صنعها كارتابيا في نهائي كأس السوبر من الجنب اليمين واللي لعبها بالعرض وسجل منها شباب الأهلي هدف؟ أهي الكرة دي، أتحدى أتحدى إلا لعيب واحد عليه رحمة الله من المحترفين في الكرة الإماراتية اللي كان بيعملها كونتي. أتحدى حد غير كونتي يعرف يلعب الكرات دي اللي هي العرضية اللي تلاقي الكرة بتعلى عشان أي حد يلمسها يتورط.
هل معنى كده ان عادل اتورط؟ لا طبعا، الدفاع اللي اتورط، اي حد في الدفاع كان لمسها كانت خلاص غيرت اتجاهها وعملت كارثه على مرمى نادي الشارجه، لكنها مرت والى خارج الملعب والى ضربه مرمى. تنافس ايضا ما بين الفريقين قبل بدايه المباراه على من الاكثر تسديد على المرمى. يعني الفريقين بالمناسبه عايز اقول لك نادي الشارجه سدد 90 كوره على المرمى، نادي شباب الاهلي سجل او سدد خم... لا او سدد يعني 90 كوره وشباب الاهلي سدد 85، الشارجه 39 تسديده على المرمى وشباب الاهلي 35 كوره على المرمى. بالفرصتين اللي جم النهارده يبقى شباب الاهلي 37، لان الشارجه لم يسدد على المرمى حتى الان. يسدد على المرمى اللي هو اللي بين الثلاث خشبات او يسدد على الباب. رامي التماس من الجانب الايسر، هتتلعب دلوقتي عند ريكيلمي، 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع اشار اليهم الكابتن راشد عبد الله محمد حكمنا الرابع في مباراه اليوم. ورامي التماس من الجانب الايسر، رجعت الكرة إلى سعيد عزة الله غير اللعبة في أقصى الجانب الأيمن. سعيد عزة الله يلعب الكرة إلى سعيد سليمان اللي يمرر عند فيدريكو كارتابيا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، لكن ريكيلمي مرت الكرة لخارج الملعب. ريكيلمي كان محتاج يبقى أسرع، لكن هو اعتذر له لأن الكرة برضو كملة فيها وش رجل، لكن ما شاء الله بص الفكرة. اللاعب الذي ذبحه وكيل أعماله الراحل مينو رايولا، كارتابيا اللي في يوم من الايام كان امنيه وحلم لجماهير الميلان بعد خروج ريكاردو كاكا. واللاعب اللي في الموسم اللي كان فيه لياندرو جارديم كان واحد من الاسباب الرئيسيه في حصول شباب الاهلي على لقب الدوري. هنا لمسه بالجانب الايسر خطيره عند بالعربي، بالعربي لعب الى عثمان. يا عثمان يا عثمان، مش كده يا عثمان، الى جيلرمي بالا اللي عايز يعدي يصفر لها احمد سالم خلفان. خطا على خالد الفرحاني وانذار على خالد الفرحاني، انذار على خالد الفرحاني اهو في الدقيقه 47 من شوط اللقاء الاول. بوجدان بلانيتش ويوري سيزار من صفوف شباب الاهلي انذارات، وعثمان كمارا وخالد الضرحاني من صفوف الشارجة انذارات. كرة إلى سعيد عزة الله اللي يلعبها إلى جيلرمي بالا، بالا يمرر الكرة إلى تمريرة أمامية ترجع رينان فيكتور إلى لوكا ميلوفيوفيتش. الأهلي أفضل في وسط الملعب لكن مش ناجح للمناطق الأمامية، وماجد حسن، ماجد حسن انذار، ماجد حسن انذار اهو في الدقيقة 48. شوف هنا ماجد حسن، ماجد حسن بينال الانذار للتدخل القوي كده في اللقطة الماضية على جيلرمي بالا. بيدور انذاراته هنا الكابتن احمد سالم خلفان. الحقيقه يا جماعه الخير يعني الحكام الاماراتيين يعني المستوى بتاعهم بيتصاعد، اكيد كل الحكام عندهم اخطاء يعني. نتمنى 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 في الحقبه الحاليه من الحكام كلهم، الحقيقه الموضوع لا يقتصر على اسمين ولا ثلاث اسامي كلهم، ان احنا نستعيد روح علي بوسين بن جديد، لأنه في منطقة الخليج العربي بأكمله لم يأتي حكما بقيمة علي بوسيم على مستوى التحكيم. الحكم الذي وصل إلى المجد في مونديال 4 وفي مونديال 98 والحديث اللي كان من كل الجرائد العالمية. كارتابيا إلى كرة خطيرة لشباب الأهلي لكن الإبعاد من الدفاع الشرجاوي. نزلت الكرة محاولة عند سعيد عزة الله بيحاول يستغل فيها طوله، ولكن هنا ماركوس ميلوني وبالفعل معها صفارة من أحمد سالم خلفان معلنا انتهاء شوط اللقاء الأول. أيها السيدات والسادة مشاهدينا متابعينا مستمعينا عبر شاشتكم المفضلة أبو تاد
راشد بالتعادل السلبي بين الفريقين. باولو سوزا يجري تغييرا الآن في أرضية الملعب، يسحب في يوري سيزار ويدفع بمؤنس دبور كتغيير أول هنا في شوط اللقاء الثاني. على يسار الشاشة أصحاب الأرض بالأحمر الكامل شباب الأهلي، وعلى يمينها بالأبيض الممزوج بالألوان الحمراء الضيوف في مباراة اليوم نادي الشارجة. تحياتي بلال أحمد علام معلقا وواصفا لشوط اللقاء الثاني هنا من قمة شباب الأهلي والشارجة. شباب الأهلي اللي بيبدأ بحمد المقبالي، حارس مرمى سعيد سليمان، بوغدان بلانيتش، رينان فيكتور، وريكيلمي، سعيد عزة الله، ولوكا ميلوفيوفيتش مع كارتابيا وجيليرمي، ومؤنس دبور، ومهاجم وحيد هو سردار أزمون. في المقابل نادي الشارجة بيلعب بعادل الحسني حارس مرمى، خالد الظنحاني، لكن نبص الكرة الطويلة دي اللي بيبعدها دفاع شباب الأهلي الآن في أرضية الملعب. بيلعب بخالد الظنحاني، يومين تشو وشاهين عبد الرحمن ودافيد بيتروفيك، ماركوس ميلوني، ماجد حسن وفراس بالعربي، مع تواجد ايضا لعثمان كمارا ولوان بريرا، ومهاجم هو كايو لوكاس. عثمان كمارا يلمس في اقصى الطرف الايمن الى خالد الظنحاني اللي مرر الكره الى كايو لوكاس. كايو استلم الكره، كايو لوكاس، محاوله المرور من كايو لوكاس اللي بينقل واحده في اقصى الطرف الايمن الان بالنسبه لنادي الشارجه. استلامه، عودة للخلف في المناطق الدفاعية بتحضير موجود من جانب يو مينتشو. يو مينتشو اللي بيلعب واحدة في الطرف الأيمن. شوف هنا المحاولات التي لا تزال قائمة من نادي الشارجة، ولكن الإبعاد من ريكيلمي، محاولة عند مؤنس. بالمناسبة مؤنس دبور سجل 5 أهداف هذا الموسم مع شباب الأهلي، ال5 أهداف اللي سجلهم كان بديلاً، لم يكن أساسياً، كان يشارك كبديل في أرضية الملعب. ورمي التماس الى جيليرمي بالا اللي يلعب الكره عند مؤنس اللي بيحاول، مؤنس القادم من التي اف جي هوفنهايم في البوندسليغا. ادي التمرير على الارض الى جيليرمي بالا، مع الكره بالا يلعب عند ريكيلمي في اقصى الطرف الايسر. ريكيلمي، لكن بص الضغط من 4، الضغط من 4، هيتصرف ازاي ريكيلمي؟ عدى ريكيلمي، مر ريكيلمي، راح ريكيلمي، ولكن من امامه عثمان كمارا، والى ضربه ركنيه. ضربه ركنيه هاي ريكيلمي، هاي الركلمي، وبدأ يدخل في أجواء المجموعة هنا مع شباب الأهلي. شوف هنا اللقطة، يا ساتر يا ساتر، عداها من تحت رجلين خالد الظنحاني كده في اللقطة الماضية، ولكن الكرة إلى ضربة ركنية الآن لمصلحة نادي شباب الأهلي. كارتابيا يلعب الكرة على القائم الأول، ولكن كايو لوكاس إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس. كارتابيا من الجانب الايسر جاي يلعب رمية التماس الان لمصلحة شباب الاهلي، لكن هيسيبها الى ريكيلمي. ريكيلمي هو اللي جاي يلعب رمية التماس الان في ارضية الملعب. جيليرمي بالا، اسمه جيليرمي بالا، اتمررت الكورة، عادت من جديد في وسط الملعب عند سعيد سليمان اللي حط راسه، لكن هنا في اصطدام وفي سقوط الاثنين على ارضية الملعب. سلامات سلامات، سعيد عزة الله واقع، وعثمان كمارا واقع في الاصطدام اللي حدث ما بين الاثنين هنا في أرضية الملعب. عزيزي المشاهد، دعوة للتفاؤل، دعوة للتفاؤل للجماهير الإماراتية في كرة القدم في الأيام القادمة في مشوار تصفيات كأس العالم القادم. شوف هنا عثمان كمارا مع سعيد عزة الله واللقطة الماضية، وعثمان كمارا وقع برضه، لكن هنشوف يعني في الأيام القادمة المنتخب الإماراتي مطالب بالفوز في كل المباريات القادمة في تصفيات كأس العالم. يعني يمكن هي لو هنتكلم منطقيا في مباراة واحدة هي اللي صعبة، لما تطلع تلعب إيران على ملعبه، لكن في المجمل، وعلى فكرة ممكن تلعب إيران هنا، ممكن تلعب مباراة هنا أو تلعب في أرض محايدة ممكن، لكن دعوة محايدة إن احنا الأيام القادمة لازم كلنا كجماهير وكإعلام نصطف وندي دافع وحافز أكثر للمنتخب الإماراتي حتى تعود الإمارات مرة أخرى إلى مونديال كأس العالم. الأجيال الحالية اللي ولدوا بعد عام 90 والأجيال اللي كانوا صغار في عمر السنتين والثلاث سنين قد لا يتذكرون مشاركة الإمارات في كأس العالم،
ولكن عاشوا في تلك الفترة. ويعني البعض لم تسعفه الذاكرة والكثير من هذا الجيل الصغير، لكن الجيل الحالي، الجيل اللي بيحب كرة القدم، الجيل اللي بيجي يتفرج في المدرجات، والجيل اللي بيشجع، والجيل اللي عنده شغف، من حقه أن يحجز طائرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الاستمتاع بالمنتخب الإماراتي في مونديال 26 القادم. وبإذن الله تعالى سيفعلها عيال زايد. سعيد سليمان يطلع الكرة، لكن أحمد سالم خلفاني يقول الكرة رمي التماس لمصلحة نادي الشارقة. رينان فيكتور اللي كان قدامنا في اللقطة الماضية هو اللي كان طلع الكرة لخارج الملعب وإلى رمي التماس لمصلحة نادي الشارقة. عند دافيد بيتروفيك. دافيد بيتروفيك أجرى تعديل السيد باولو سوزا. الاثنين مدربين اللي حافظين بعض كويس قوي قوي قوي. وقلت لحضراتكم دي رابع مواجهة ما بينهم، والثلاث مواجهات السابقة على مستوى الدوري الاثنين اتعادلوا مع بعض لما كانوا في الدوري الصيني في 2018، والانتصار الوحيد اللي كان حققه كوزمين على باولو سوزا كان انتصار بركلات الترجيح لمصلحة جيانسو على حساب تيانجي في التشاينيز كاب. سعيد سليمان جاي يلعب رمية التماس من الناحية اليمنى لمصلحة نادي شباب الأهلي. سعيد سليمان جاي يلعب رمية التماس الآن، يلعب الكرة، سعيد عزة الله يلمسها، ردت إلى محاولة من جديد لكرة في أقصى الطرف الأيسر. شباب الأهلي اللي كان قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى لقب المونديال الآسيوي لولا الهزيمة، لولا الهزيمة أمام أجوانزو إيفر جراندي. لكن هنا كرة طويلة وعالية، محاولة عند مؤنس دبور اللي بيلمس، ردت مرة تانية عند فراس بالعربي إلى لوان بيريرا. لوان بيريرا استلم لوان بيريرا، لكن هنا من أمامه مؤنس دبور ضغط لخارج الملعب وإلى رمي التماس. رجال شباب الأهلي اللي حاضرين في أرضية الملعب، ورجال نادي الشارقة اللي حاضرين في أرضية الملعب، واللي يعني الحقيقة نادي الشارقة في هذا الموسم يعني ينافس منذ الجولات الأولى، وها هي مباراة الصدارة، مباراة العلامة الكاملة. تدخل من سعيد سليمان لخارج الملعب وإلى رمي التماس بعد كرة مشتركة ما بينه وما بين لوان بريرا في اللقطة الماضية. شوفينا أمامنا سعيد سليمان اللي عمال بيتكلم كده مع حكم المباراة. شوفنا حوار ما بين لوان بريرا وما بين سعيد سليمان في هذه اللقطة. وضربة حرة لمصلحة نادي الشارقة. اتلعبت الكرة الطويلة في أقصى الجانب الأيسر، وحاول لكنها لخارج الملعب وإلى تماس لمصلحة نادي شباب الأهلي. رمي التماس لمصلحة نادي شباب الأهلي الآن في أرضية الملعب. لعبت الكرة أمامية، محاولة عند كايو لوكاس، يستلمها كايو جوه المنطقة، يسقط حكم المباراة بيقول العب، ويصفر أحمد سالم خلفان بخطأ. يصفر أحمد سالم خلفان بخطأ في اللقطة الماضية، وضربة حرة لمصلحة شباب الأهلي عند سعيد سليمان. شفنا اللقطة والمحاولة اللي كانت موجودة، والكرة اللي يعني كان فيها كايو لوكاس داخل منطقة الجزاء بيحاول ان هو يفعل فيها شيء لمصلحة نادي الشارقة. اتلعبت الكرة سريعة، شوف هنا باولو سوزا اللي عمال يوجه اللعيبة في أرضية الملعب. هنا برضو مرة تانية ريكيلمي وكوبري على السريع كده. ريكيلمي النهاردة بيتقمص شخصية حواري البرازيل. في البرازيل يتنفسون كرة القدم، وعندهم اللعيبة بص هنا، بص هنا بقى، بص بص اللعيبة البرازيليين تحطهم في ملعب خماسي متعة، تحطهم في ملعب شواطئ متعة، تكرمون تلعبوا بحذاء ومن غير حذاء برضو متعة. وصلت في الطرف الأيسر إلى لوان، يا ولد يا ولد يا ولد، ولكن الكرة طويلة أقرب إلى حمد المجبالي، أقرب إلى حمد المجبالي اللي يعني بيستلم الكرة. لوكا ميليفيوفيتش في محاولة من أجل تسريع اللعب. على فكرة النهاردة اللي بيحبوا التكتيك
بعد المباراة جيبوا كتالوج ماجد حسن في رقابة كارتابيا. اللهم إلا الكرة الوحيدة اللي هرب منه فيها ماجد حسن النهاردة ناجح في عزل كارتابيا عن كتيبة شباب الأهلي، لأن خطورة شباب الأهلي دائما وأبدا في تحركات فيدريكو كارتابيا. هنا كرة محاولة، يا سلام يا سلام يا سلام، شباب الأهلي يتقدم، شباب الأهلي يتقدم، الملعب يولع، الملعب يولع باللون الأحمر، باللون الأحمر، شباب الأهلي يتقدم بهدف أول بكرة فيها مفاجأة، ولكن أرادوها شباب الأهلي، أرادها شباب الأهلي. سردار أزمون يتقدم بالهدف الأول لمصلحة شباب الأهلي، يتقدم بالهدف الأول لمصلحة شباب الأهلي. جيليرمي بلا قطعها، هنا الكرة إلى سردار اللي سدد على يسار عادل. أول أهداف القمة، أول أهداف القمة، الأهلي هنا يباغت ويصعد للقمة مبكرا قبل الشارجة. 1-0 1-0. سردار أزمون الذي يقول كلمته الآن، الأول لشباب الأهلي هنا في قمة الصدارة. 1-0. سردار أزمون في الدقيقة 56 هنا يحضر بالهدف الأول لمصلحة شباب الأهلي. أكرر وأعيد الكلام اللي قلته لأول مباراة علقت فيها لشباب الأهلي وسردار أزمون موجود فيها. أول حاجة نقول بسم الله ما شاء الله، أهي دي الصفقات اللي تتعمل، أهي دي التعاقدات اللي تجري وراها وتدفع فيها دم قلبك. سردار أزمون وكأنه مولود في كرة القدم الإماراتية منذ الصغر، ها هو يصنع الفارق ويتقدم بالهدف الأول لكي يفرح شباب الأهلي هنا في ملعبه. خطأ ضربة حرة لمصلحة الملك الشرجاوي الآن. لوان بيريرا بينال إنذار لكثرة الاعتراض على حكم المباراة. لوان بيريرا هو إنذار في الدقيقة 57 ليصبح رابع لاعب في نادي الشرجة ينال إنذار بعد ماجد حسن وعثمان كمارة وخالد الضنحاني. شوف هنا اللمسة وهنا الكرة اللي كان احتسبها الحكم خطأ على سعيد سليمان، ولكن طريقة الاعتراض هي من أجبرت أحمد سالم خلفان على الإنذار الأول في شوط اللقاء الثاني. تتغير المعادلة هنا في الشوط الثاني بتقدم لشباب الأهلي في الدقيقة 56 عن طريق سردار أزمون. يا كوزمين يا أولاريو، يا من كنت في يوم من الأيام غنوتهم، يا من كنت في يوم من الأيام لحنهم، يا من كنت في يوم من الأيام تقود مسيرتهم. لم يتغير شباب الأهلي يا كوزمين، لم يتغير شباب الأهلي يا كوزمين، عنوانه الانتصار أيا كان المنافس. خطأ ضربة حرة، الملك الشرجاوي الآن بحاجة إلى تغيير هجومي، بحاجة إلى تنشيط هجومي الآن في أرضية الملعب. يا أولاريو يا كوزمين، الشرجة القادر على العودة في أي وقت هنا في أرضية الملعب. باولو سوزا في حديث مع الحكم الرابع. باولو سوزا واحد من أفراد جيل الذهب لكرة القدم البرتغالية. باولو سوزا اللي يعتبر من أفراد جيل ذهبي لليوفنتوس ومن أفراد جيل ذهبي أيضا إلى كتيبة البروسيا دورتموند. كرة عالية وطويلة، محاولة أمامية لكن تصطدم وترد مرة ثانية من جديد. عادت الكرة إلى شاهين عبد الرحمن اللي يلعب كرة عالية عند سعيد سليمان. المباراة هيتغير نسقها تماما، هنبدأ نشوف مساحات الآن وإنذار على كايو لوكاس من نصيب بوكو دان بلانيتش. خطأ من نصيب بوكو دان بلانيتش. شوف هنا أمامنا كايو لوكاس، كايو لوكاس مع بوكو دان بلانيتش، والتدخل اللي كان موجود والسقوط في أرضية الملعب. وضربة حرة لمصلحة نادي شباب الأهلي. خطأ ضربة حرة لمصلحة شباب الأهلي. أمامنا هنا كايو لوكاس اللي كان حضر للكرة الإماراتية لأول مرة بقميص العين، واللي كان انتقل هناك ومثل نادي بنفيكا، مثل نادي بنفيكا. باولو سوزا حتى الآن يتفوق على أولاريو كوزمي اللي بيتحدث مع مساعده الآن في أرضية الملعب. كوزمين
وضربة حرة عند لوكا ميلوفيوفيتش اللي يرجع في الخلف عند حمد المجبالي. حمد المجبالي 60 دقيقة أيها السيدات والسادة، ربع ساعة من أحداث شوط اللقاء الثاني. إلى كرة طويلة لكن شاهين عبد الرحمن أقرب. اسمع 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 إلى صوت الجمهور الأهلاوي، اسمع. الله الله الله، طرب ومتعة هنا في أرضية استاد راشد هنا في دبي. في الجانب الأيمن إلى سعيد سليمان، محاولة الآن من جانب شباب الأهلي عايز يعدي، لكن لوان بريرا من الشارجة حط جسمه واستطاع أن هو يأخذ منها رمية تماس لمصلحة نادي الشارجة. رمية تماس من الناحية اليسرى الآن عند دافيد بيتروفيك يلعب الكرة، لكن بص هنا التدخل السريع من لوكا ميلوفيوفيتش. النهاردة أراد باولو سوزا ألا يعبث بتشكيلة الفريق في هذه المباراة، محضر نفسه بشكل صحيح. على الجانب الآخر كوزمين أولاريو هو الآخر لم يعبث بتشكيلة الفريق بل محضر نفسه بشكل صحيح، ومثل هذه المباريات لا تأتي فيها الأهداف إلا كما شاهدت هدف سردار أزمون أيها المشاهد. كرة من الجانب الأيسر إلى كايو، عدى كايو، مر كايو، بوغودان بلانتش ضيق المساحة عليه، وإلى ضربة مرمى لمصلحة نادي شباب الأهلي. كرة لخارج الملعب وإلى ضربة مرمى لمصلحة نادي شباب الأهلي. ضربة مرمى، مرت الكرة وطلعت إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. هي الكرة اللي مرت لخارج الملعب وإلى ضربة مرمى. أتذكر، خلينا بس نشوف المباراة هتروح لفين، وأتذكر مقال هقول لحضراتكم عليه، لكن خلينا نشوف الكرة. اتلعبت اللمسة مرة تانية، هنا المحاولة وهنا الكرة عند جلرمي اللي نقلها في الطرف الأيمن إلى كارتابيا. هرب 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 هرب، ولكن دافيد بيتروفيك معاه لخارج الملعب وإلى ضربة مرمى. هو أمامنا فيدريكو كارتابيا، وبص هنا بيروح رياضية مع دافيد بيتروفيك بيقول له شددني، لكن النهاردة يحسب إلى كوزمين أولاريو إن هو عازل كارتابيا عن المجموعة بفضل ماجد حسن، لكن كارتابيا من حين إلى آخر بيهرب. وأقول لك على حاجة، باولو سوزا ذكي جدا في تغييرته لمؤنس دبور بإمكانيات يوري سيزار، لكن مؤنس دبور جودته أعلى من يوري سيزار. مؤنس دبور اللي تحس يا عيني ان هو اصبح يتيما في الملعب عندما غادر ايجور جيسوس كتيبه شباب الاهلي. السنه الماضيه الثنائي كانوا عاملين ثنائي مرعب مع نادي شباب الاهلي. تمر لخارج ارضيه الملعب والى رميه تماس، اتلعبت الكره الطويله وفي النهايه الى ركنيه من نصيب الملك الشرجاوي. ضربة ركنية لمصلحة نادي الشارجة. شوف هنا اللقطة، شوف هنا اللقطة، وشوف هنا المرور، ولكن هنا فيدريكو كارتابيا قبل لوان بريرا. شايف في تغييرين، ماجد راشد وكونرد وتايرون كونرد، تغييرين هيتم الآن في أرضية الملعب بالنسبة لي الملك الشرجاوي. أربع ركنيات للشارجة مقابل اثنين لشباب الاهلي، وضربه ركنيه هتتلعب وهتتنفذ، وادي الكوره، ولكن هنا الابعاد المره دي من الدفاع الاهلاوي. وصلت الى محاوله اماميه، ردت مره ثانيه، هنا كره للامام، هنا الضغط، هنا بيتروفيك يلعب كره بالارض حلوه الى فراس بالعربي، فراس بالعربي، فراس فراس بيحاول، ولكن بوغودان بلانيتش من امامه، والى ضربه ركنيه. مرت الكرة لخارج الملعب وإلى ضربة ركنية الآن لمصلحة نادي الشارجة. ضربة ركنية تتلعب وتتنفذ الآن، هنا أمامنا بوغودان بلانيتش وهنا ماركوس ميلوني يلعب الضربة الركنية العالية، ولكن شوف بقى سردار أزمون، سردار أزمون إلى كارتابيا، انطلق انطلق انطلق، سقط، خد خطأ، ضربة حرة لمصلحة شباب الأهلي، وإنذار على ماركوس ميلوني. إنذار على ماركوس فينيسيوس ميلوني، وإنذار أهو في الدقيقة 65. فكرة لازم ياخد باله دلوقتي كوزمن، الاتنين محاور عندهم إنذارات. في راس بالعربي بيغادر، واللي بينزل مكانه هو تايرون كونراد.
تايرون كودرات اللي ابن عمه سبق ولعب هنا في الدوري الإماراتي بقميص بنياس ومن قبلها لريال مدريد. رويستون درينتي هو ابن عم تايرون كودرات. وماجد راشد بيشارك بدلا من خالد الضرحاني. يبقى كده بقى ماركوس ميلوني هيروح لخانة الظهير الأيمن، وماجد راشد هو اللي هيجي في وسط الملعب مع حضور أكثر لتايرون رايان كونراد اللي هيلعب كمهاجم تاني بجوار كايو مع تحرير كايو أكثر. ردت الكرة في الطرف الأيمن إلى ماركوس ميلوني، اتلعبت الكرة الطويلة محاولة، ولكن هنا لوكا ميليفيوفيتش قطعها الصربي مع الكرة الصربي، يمرر الكرة إلى سردار أزمون سردار مع الكرة، سردار أزمون نقل واحدة في الطرف الأيمن إلى يوري سيزار اللي يلعب الكرة عند مؤنس، وهنا السقوط ده سعيد عزة الله صفر لها أحمد سالم خلفان، حرة لمصلحة نادي شباب الأهلي. جماعة إثارة في كل حتة في أرضية الملعب، حرفيا الفريقين مش عايزين يتغلبوا، كل واحد بيلعب على فرصه لحد آخر لحظة، هي مباراة حتى الرمق الأخير. إلا إذا شوف هنا اللقطة اللي فاتت، وشوف هنا لوكا ميليفيوفيتش اللي قطع الكرة من أمام عثمان كمارا وأمن عليها وحافظ عليها الصربي. اتلعبت في اليمين إلى جيلرمي بالا مع الكرة، بالا ينقل الكرة مرة تانية إلى كارتابيا فيدريكو، يا ولد إلى جيلرمي في الجنب اليمين، جيلرمي بالا عد جيلرمي، هنا ماركوس ميلوني وهنا صفارة حرة لمصلحة نادي شباب الأهلي. ضربة حرة لمصلحة شباب الأهلي من الجانب الأيمن، ماركوس ميلوني اللي عنده انذار لسه وقته في الدقيقة 65، وضربة حرة لمصلحة شباب الأهلي. شوف سردار ولوكا وسعيد عزة الله رايحين يتكلموا مع الحكم، والكابتن أحمد سالم خلفين اللي احتسب خطأ. شوف هنا بقى له ماركوس ميلوني مع جيلرمي بالله، جيلرمي برضو اللي يعني ما شاء الله عليه بخلاف سرعته وطول قامته وتحضيره واستلاماته الكثيرة للكرة في الملعب، إلا أن جيلرمي بالا في ميزة مهمة جدا، عارفين إيه هي يا جماعة؟ متأسس صح، ما شاء الله بيعرف يقف، بيعرف يستلم الكرة في الوضعيتين مساحة أو تحت رجله. أضف إلى ذلك ما شاء الله من اللعيبة اللي بتعرف توزع مخزونها البدني على مدار المباراة بشكل رائع، عشان كده تلاقيه على طول ما شاء الله يعني فت. ضربة حرة لمصلحة شباب الأهلي من الجانب الأيمن، جاي لها كارتابيا بقدمه اليسرى، كارتابيا هو اللي واقف على التنفيذ، كارتابيا ترقب وحضر داخل منطقة الجزاء، كارتابيا يلف كورة لكن اصطدمت في راس رينان فيكتور، وبعد ذلك الإبعاد من لوان بيريرا اللي يلعب كرة طويلة لخارج الملعب وإلى رمي التبس. مرت الكرة لخارج أرضية الملعب وإلى رمي التبس. سعيد سليمان يرجع في الخلف ويحضر الكرة عند بوجدان بلانيتش اللي يلعب الكرة إلى رينان فيكتور. رينان فيكتور في أقصى الطرف الأيسر، أدي التمريرة الأمامية والاستلامة، جيلرمي لعب إلى سعيد عزة الله اللي نقل إلى مؤنس دبور مع الكرة، مؤنس دبور لعب الكرة إلى كارتابيا إلى لوكا ميلوفيوفيتش، نقل واحدة في الطرف اليمين عند سعيد سليمان. يا ولد على تغيير اللعب، بدأوا يقابلوا بعض وبدأوا يضغطوا في وسط الملعب مرة تانية لعيبة شباب الأهلي. يا ولد يا سعيد عزة الله، لكن اصطدمت الكورة في قدم أحمد سالم خلفان. أعتقد بأن سعيد عزة الله في الكورة اللي عمل فيها تاكلينج يعني قبل دقيقتين يعني حس بشد كده وجريته فيها حاجة، أعتقد ممكن يبقى التغيير القادم، لكن نشاهد الآن الكورة والمحاولة من كارتابيا إلى جيلرمي اللي بيسدد، ولكن تصطدم في الدفاعات الشرجاوية. كارتابيا إلى لوكا اللي بيمرر إلى سعيد، عزة الله إلى لوكا، إلى محاولة عند سردار زمون اللي عايز يفوتها، ولكن يومينتشو اتقطعت الكورة، عادت مرة أخرى، هنا اللمسة، بص عزة الله عند لوكا بيقول له العبها لي قدامي، سعيد سليمان يلعب كرة للأمام، لكنها أقرب إلى دافيد بيتروفيك من يومينتشو. عالية الكرة الأمامية، محاولة عند كايو، عايز يعدي كايو، لكن هنا بقى رينان فيكتور إلى سعيد سليمان في الجانب الأيمن. اتفوتت من سردار أزمون، لكن ماجد راشد
قطع الكرة سريعة إلى عثمان كمارا، هنا المرور، هنا الخطأ على سعيد عزة الله، وضربة حرة. بص يعني مش قادر يمشي، رجليه فيها حاجة، رجليه فيها حاجة سعيد عزة الله. بص من دي، بص من دي، يعني هو كمان يعني مد رجله وارتكب الخطأ، لكن الجارية فيها مشكلة. طبعا جاستون ألفاريز غير متواجد على الدكة، اللي ممكن يشارك دلوقتي حد من الاثنين، يا ماتيوساو يا برينو كاسكاردو. وفي حالة التغيير اللي هيتم ده وسط ملعب شباب الأهلي هيبقى في مشكلة. أنا بقول لك أهو، أهو برينو كاسكاردو هو اللي هيشارك دلوقتي في وسط الملعب بدلا من سعيد عزة الله. سلامات، وده برضه ريكيلمي وقع على أرضية الملعب، وسلامات، وإن شاء الله بسيطة في أرضية الملعب، وما تبقاش يعني زي ما بيقولوا إصابة كبيرة تعطلهم. اليوم نادي شباب الأهلي سجل الهدف رقم 40 في مرمى نادي الشارجة منذ مواجهات دوري المحترفين اللي انطلق لأول مرة في موسم 2008-2009. سردار أزمون النهاردة بيسجل 10 أهدافه في 10 مباراة له مع شباب الأهلي بكافة المسابقات هذا الموسم. في تغيير بيتم الآن في أرضية الملعب، سعيد عزة الله بيغادر، قلت لك رجلي فيها حاجة، رجلي فيها حاجة من دقيقتين قلت لك. وبالفعل سعيد عزة الله بيغادر أرضية الملعب، واللي بيشارك مكانه هو برينو كاسكاردو. أمامنا هنا تغيير بيتم أيضا لمصلحة نادي الشارجة، غادر ماركوس ميلوني، واللي نزل مكانه هو نيجماسيتش، داركو نيجماسيتش، ومارو كاتينيتش نزل مكان مين هنشوف. وهو سعيد عزة الله غادر، واللي نزل مكانه هو برينو كاسكاردو. برينو كاسكاردو كده كارتابي هيضم لوسط الملعب معاه، وضربة حرة. سردار أزمون بيتلقى العلاج خارج أرضية الملعب، وحكم المباراة بيقول له انزل. داركو نيجماسيتش اللي يلعب الكرة في الطرف الأيمن، هنا الاستلامة من عثمان كمارة، عثمان كمارة، عدى عثمان كمارة، مرة عثمان كمارة، لكن حمد المجبالي يمنعها. يا ولد يا عثمان، لكن حمد المجبالي يمنع فرصة التعادل اللي يضيع على نادي الشارجة الآن. ضاعت. ماجد حسن غادر، واللي نزل مكانه هو مارو كاتينيتش، وادي كره في الطرف اليمين الى عثمان كمارا، الى كره عرضيه، ولكن هنا الابعاد من رينان فيكتور. اقول لك حاجه، من ضمن الامنيات اللي عند كوزمين اولاريو كمدرب في ارضيه الملعب ان سعيد عزة الله كان يخرج، وهو خرج، والان كولينج بريك بقرار من حكم المباراه. شوف هنا عثمان كمارا اللي تلاعب كده بيجليرمي بالا في اللقطة الماضية، لكن حمد المجبالي كان هو البطل. بص هنا جليرمي بالا اللي وقع، لكن شوف هنا حمد المجبالي اللي صدها بقدمه وردت من القائم، وضاع هدف التعادل على نادي الشارجة. هدف التعادل ضاع على نادي الشارجة. كولينج بريك بقرار من حكم المباراة. أكرر بأن يعني من ضمن مبادرات رابطة المحترفين، رابطة المحترفين التي تبذل جهدا خارقا من أجل إنجاح المسابقات هنا في الإمارات العربية المتحدة، مبادرة اليوم العالمي لمحاربة سرطان الثدي، علينا جميعا أن ننهض ونتحد من أجل القضاء على هذا المرض، بالتوعية، بالكشف المبكر، بالالتزام بالعلاج، والله يشفينا ويشفيكم جميعا. 1-0 لا يزال شباب الأهلي يتقدم على الشارجة هنا في قمة الصدارة، بهدف وحيد أحرزه سردار أزمون في الدقيقة 56 من عمر وأحداث المباراة. نادي الشارجة اللي يحتفظ في سجلاته أن من خلال مشاركة الإمارات في كأس العالم لاعب لديهم سجل هدفا في المونديال
وهو النجم الكابتن علي ثاني اللي يعمل حاليا مع إدارة الشارجة. علي ثاني الذي كان قد سجل هدفا للمنتخب الإماراتي في مونديال كأس العالم 90. إعادة هنا للكرة يا ولد يا لوان، اللي يعني إيه يعني الكوبري اللي يجيب صداع اللي فات ده، الكوبري اللي لوان بيريرا اداه سعيد سليمان ده، يقول لك الكوبري اللي بيجيب صداع. تغييرين هيتم الان لمصلحه شباب الاهلي، ماتيو ساو وايجور جوميز هم اللي هيشاركوا في ارضيه الملعب، ماتيو ساو وإيغور جوميز، ماتيوساو وإيغور جوميز. وهنا محاولة لكن الكرة من شاهين عبد الرحمن إلى خارج الملعب وإلى رامي التماس. رامي التماس هتتلعب الآن في أرضية الملعب، إيغور جوميز اللي بيلعب في خانة الدفاع، هلا ينزل كظهير أيسر إيغور جوميز صاحب الأربعة وعشرين سنة. وإيغور جوميز على فكرة اللي كان يعني بزخ مع نادي انترناسيونال بورتو أليجري، واللي كان لعب ايضا للاماثيا في برشلونه تحت 19 سنه وفريق برشلونه بي. فعلا بيغادر ارضيه الملعب ريكيلمي، واللي بينزل مكانه هو شوف ريكيلمي كده اللي بينال التحيه من الـ من الـ من الجماهير، واللي بينزل مكانه هو إيغور جوميز اللي يعني في عام 2020 كان هو ونيكو جوميز وارناوتيناس وسيرخي روساناس واندريس سولانو وماتيوس بيريرا اللي كان انتقل الى نادي اليوفي، كانوا من ضمن ابرز الاسماء اللي تعول عليهم اكاديميه برشلونه من اجل تالقهم في الايام القادمه. بيغادر سردار ازمون، واللي بينزل مكانه هو ماتيو ساو. هيبدأ دلوقتي كوفمان يحاول يشتغل على كده، يعني خروج سردار أزمون هيريح دفاع الشرق كثيرا. خلينا نشوف بس الكورة اللي اتلعبت، عادت إلى جيلرمي اللي مرر الكورة في وسط الملعب إلى برينو كاسكاردو، إلى كرة قصيرة لكن رينان فيكتور يلحق عند سعيد سليمان. 78 دقيقة وهنا التدخل من لوان بيريرا لكنها لخارج الملعب وإلى رمي التماس. مرت الكرة لخارج الملعب وإلى رمي التماس. لعبت الكرة في أقصى الطرف اليمين إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس من الجانب الأيسر. اتنفست واتلعبت مرة تانية من جديد، ولكن هنا رينان فيكتور يأمنها عند الحارس حمد المقبالي. يعني لم يختبر كثيرا حمد المقبالي الا في كره عثمان كمارة، تسديده اللي اصطدمت في قدمه وردت من القائم، رجعت عند إيغور جوميز. نقل واحده في الطرف الايسر الى جيلرمي الى مؤنس دبور، يلحق مؤنس عند إيغور جوميز، بمرر الى برينو كاسكاردو. البحث الان عن كارتابيا اللي هرب على الطرف الايمن، كارتابيا هو الاخر تحرر مع خروج ماجد حسن. لمسة عند كارتابيا يا ولد، بينطلق كارتابيا مع الكرة، كارتابيا بيعدي، كارتابيا بيمر، عايز يعدي كارتابيا، وسع لنفسه، نقل الكرة في وسط الملعب إلى برينو كاسكاردو، بيفكر يسدد ولكن هنا ماجد راشد إلى محاولة للأمام ولكن تقطع من أمام عثمان كمارة. لنقلة في الطرف اليسار جيلرمي مع الكرة، جيلرمي هيتعاون مع زمايله ولا لا؟ لكن لعب الكرة في وسط الملعب عند لوكا ميلوفيوفيتش، يرجع إلى برينو كاسكاردو، برينو استلم، برينو عايز يمرر بين الخطوط. بدأ دلوقتي كارتابيا هو اللي يعمل الإزعاج للعيبة نادي الشارجة. هنا تمريرة من بوجودان لكنها أطول من اللازم وإلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى. مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى لمصلحة نادي الشارجة. عادل الحوسني يلعب كرة علي، عادل الحوسني ردت مرة ثانية وعادت إلى تافيت بيتروفيك اللي بيلعب واحدة للأمام لكن ها هي تقطع إلى سعيد سليمان. لوكا ميلينفيوفيتش واصطدام ما بينه وما بين ماجد راشد،
عشان ترجع الى مارو كاتينيتش او دا داركو عفوا نجم سيتش اللي بيأمنها للمناطق الدفاعيه عند يو من تشو. داركو نجم سيتش لازال شباب الاهلي يضغط بوتيره قويه على دفاعات نادي الشارجه. وادي كره في الطرف الايمن الى مارو كاتينيتش يلحقها عند تايرون كودرات لكنها اطول من اللازم والى خارج الملعب والى رمي التماس. سلامات لجيلرمي بالا اللي واقع على ارضيه الملعب. رمي التماس. جيلرمي بالا اللي واقع على ارضيه الملعب في اللقطه الماضيه. ورمي التماس. رجعت الكرة من جديد. ادي هنا كرة بترجع إلى بوجودان بلانيتش. بلانيتش اللي نقل واحدة من الطرف الأيمن إلى تمريرة طويلة لكن دافيد بيتروفيك عليها. يحافظ عليها دافيد بيتروفيك لانطلاقه من لوان بريرا. عدى من كارتابيا مشاه سريع على الخط الى كايو. كايو لعب الكره مره ثانيه الى بيتروفيك. بيتروفيك يلعب العرض وصيره المره دي ولكن هنا برينو كاسكاردو هو اللي يرجع. كارتابيا استلم لعبها طويله. بص عمال بيتكلم بيقول لماتيوساو كده يعني بما معناه اضغط. انا هتطوق واقول لكم الترجمه يعني مع اني ما اعرفش بس مش مشكله. اتلعب الثاني. رجعت الكرة عند جيلرمي. جيلرمي اللي ينقل الكرة في الطرف الأيسر إلى إيغور جوميز. رينان فيكتور. لوكا ميليفيوفيتش. مباراة كبيرة من الفريقين الآن في أرضية الملعب. لكن حتى الآن سردار أزمون هو من يتقدم لشباب الأهلي صاحب الكلمة العليا في المباراة حتى الآن. والشارجة اللي أجرى تغييرات وتعديلات على تشكيلته من أجل العودة. كارتابيا يلعب كرة طويلة عند سعيد السليمان لكنها أقرب المرة دي للدفاع عند يو مينيتشو إلى عادل الحوسني. عاد إلى يو مينيتشو. بص هنا بقى بص هنا بقى لكن نجح يو مينيتشو إن هو يخرج الكرة عند داركو نيجمازيتش. مارو كاتينيتش. عثمان كمارا في سباق سرعة لكن إيغور جوميز يعيدها في الخلف إلى حمد المجبالي. حمد يلعب كرة عالية وطويلة. ادي هنا لمسة بالراس ومحاولة من جديد لكن بص بقى هنا التأمين. اوه يا عادل اوه يا عادل لكن راوغ مؤنس دبور فيها. مارو كاتينيتش الشارجة لا يريد ان يترك المباراة. لا يريد ان يترك المباراة. لوان بريرا مع الكرة. لوان لوان بيمر بيعدي لوان. خطأ على سعيد السليمان وضربة حرة. خطأ على سعيد سليمان وضربة حرة وانذار. انذار على سعيد سليمان في الدقيقة 83. خد بالك عزيزي المشاهد أقول لك حاجة. نادي الشارجة من الضربات الثابتة في المكان ده تحديدا بيعرف يصنع خطورة. أهي الكورة وأهي المرور. الكرة والمرور في اللقطة الماضية. وضربة حرة. شوف هنا الجماهير الأهلاوية اللي عمالة تحفز بعضها في أرضية الملعب. وضربة حرة لمصلحة نادي الشارجة. كايو لوكاس إذا لم ينتبه دفاع شباب الأهلي للزاوية اليمنى سيعاقبهم كايو لكن حمد المجبالي يطلعها إلى ضربة ركنية. يطلعها لخارج الملعب وإلى ضربة ركنية. نجح 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 هو في هذه اللقطة وأبعدها لخارج الملعب وإلى ضربة ركنية. 85 دقيقة أيها السيدات والسادة ولا زال شباب الأهلي متقدما لكن الشارجة يريد التعديل. الشارجة يريد التعديل يا تايرون يا كونراد.
وضربة ركنية من الجانب الأيمن عالية الكورة ومحاولة فيها خطورة لكن الإبعاد جيلرمي جيلرمي راح جيلرمي أصبح في موقف واحد على واحد جيلرمي 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 راح جيلرمي راح جيلرمي راح جيلرمي لكن مارو كاتينيتش هو البطل لكن يصفر بركلة جزاء أحمد سالم خلفان يحتسب ركلة جزاء لشباب الأهلي ياهو جنون هنا في القمة ياهو جنون هنا في القمة إثارة ما بعدها إثارة لكن مشوار جيلرمي من مرمى شباب الأهلي إلى مرمى الشارجة هو مشوار بطل مشوار بطل شوف جيلرمي شوف جيلرمي شوف جيلرمي وشوف حكمة ربنا يا مسلم يعني ما شاء الله من 10 دقايق كنت بتكلم إنه هو من اللعيبة اللي بيعرف يوزع مجهوده بشكل رائع عشان كده بتلاقيه دايما في آخر المباراة ما شاء الله بيجري حتى لو بدأها ها هو يرد على كلامي ويثبت صحة كلامي وركلة جزاء لشباب الأهلي اسمع صخب المدرج مارو كاتينيتش اللي حاول كثيرا من اجل ايقاف جيلرمي بلا جيلرمي اللي صنع الهدف الاول وجيلرمي الذي يقتنص الان لشباب الاهلي ركله جزاء ولاريو كوزمين عمال بيعترض والكابتن علي عباس هو الثاني يعني مدير الفريق مش عاجبه القرار مع أوليريو كوزمين الذي يرى بأنها ضربة جزاء غير مستحقة لكن مارو كاتينيتش تعبه جيلرمي ما شاء الله في السبرنت اللي ضربه كارتابيا في مواجهة عادل الحوسني عادل الحوسني وكارتابيا الآن والجماهير الأهلاوية كله ماسك يعني تليفونه عمال يصور هذه اللحظة ماذا سيفعل كارتابيا في مواجهة عادل الحوسني عادل وكارتابيا كارتابيا وعادل الكل على أعصابه الكل بيحبس أنفاسه شباب الأهلي من أجل إثبات الصدارة والشارجة من أجل إحياء الأمال لشباب الأهلي كارتابيا كارتابيا لشباب الأهلي صدارة بس صدارة بس صدارة بس عنوان شباب الأهلي في مباراة اليوم أنا المتصدر أنا المتصدر عنوان المباراة صدارة بس شباب الأهلي يتقدم بالهدف الثاني ويؤمن الصدارة أمام غريمه الشارجة هنا في أرضية الملعب 2-0 2-0 وبمزاج عالي وبمزاج رايق كارتابيا يضع الهدف الثاني لشباب الأهلي هدف ثاني لمصلحة شباب الأهلي اوه عايز ايه يا كوزمن خلاص يا كوزمن خلاص يا كوزمن خلاص يا رجالة خلاص يا رجالة خلاص يا رجالة سردار أزمون اقعد على الدكة لا يا جماعة لا يا جماعة اوه لا 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 لا, لا. شاهد فرحة الجماهير هنا في أرضية الملعب وصخب الجماهير هنا في أرضية الملعب والسعادة اللي على وجه يعني لاعبو شباب الأهلي في أرضية الملعب وكارتابيا اللي نجح في خطف الهدف الثاني من علامة الجزاء شباب الأهلي يريدها صدارة بس 2-0 جيلرمي بلا والحلول الفردية اللي حلت عند شباب الأهلي وجودة اللاعبين اثنين صفر لمصلحة شباب الأهلي في أرضية الملعب الدقيقة 89 من عمر وأحداث المباراة ها هو شباب الأهلي للمرة الثالثة في تاريخه سيصل إلى الرقم الذي يبحث عنه أول 6 جولات بالعلامة الكاملة بالعلامة الكاملة
موسم 13 14 و15 16 مع كوزمن في اول ست جولات، يعني حصدوا 18 نقطة، وها هم أمامك يا كوزمن هذه المرة يحصدون 3 نقاط من أمامك حتى الآن لكي يصلوا إلى النقطة رقم 18. إعادة لهدف سردار أزمون، وهنا طرد للحارس الاحتياطي مايد محسن مصبح، طرد لماجد محسن مصبح، أحمد سالم خلفان. شوف هنا امامنا يومينيتشو، وهنا امامنا سردار ازمون اللي راح يحيي يعني جماهير شباب الاهلي في ارضيه الملعب، وستستأنف في المباراه هنا في ظل هذه الصوره الجميله، شباب الاهلي بجمهوره الذي يفتخر بلقب فرسان فزاع في ارضيه الملعب يصنع الحدث الان، يصنعون الحدث الان في ارضيه الملعب. وكوزمن مش راضي، مين كان هيصدق، مين كان هيصدق ان في يوم من الايام انت من تعترض على ركلة جزاء لشباب الاهلي يا كوزمن، وانت من امضيت معهم الايام الجميله والسعيده في ارضيه الملعب. حارب عبد الله سهيل هو التغيير القادم بالنسبه لشباب الاهلي، على حساب مين؟ اعتقد على حساب جيليرمي بالا، اعتقد على حساب جيليرمي بالا. شوف هنا كوزمن عمال بيتكلم مع الكابتن احمد البلوشي، والاحداث اللي عصفت على الدكه وخلاص يعني بيهدئوا من روع كوزمن. لكن يا مخرج متعني بصوره جمهور شباب الاهلي دلوقتي في ارضيه الملعب. كابتن احمد سالم خلفان بيتحدث مع الحكم الرابع الكابتن راشد عبد الله محمد، بينادي على سردار ازمون احمد سالم خلفان، بينادي على سردار ازمون احمد سالم خلفان، وبيدي طرد، بيدي طرد لسردار ازمون زي ما طرد ماجد محسن مصبح. ها هو يطرد سردار ازمون، بيطرد سردار ازمون اللي بيغادر ارضيه الملعب. حالتين طرد على الدكه. خلاص يا كوزمن، خلاص يا كوزمن، خلاص يا كوزمن، خلاص يا كوزمن، يعني المفروض المدير الفني هو اللي يهدي اللاعب. لا 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 نحب أن نرى ذلك في الملاعب. توترت المباراة وطرد أيضا لكوزمن. شوف هنا كوزمن، شوف هنا جماهير شباب الأهلي في أرضية الملعب، والعقلاء تدخلوا من أجل تهدئة الأجواء هنا. مباراة على سطح ساخن، مباراة مثيرة، مباراة فيها منعطفات كثيرة. الشرجة لا يريد أن يهزم، وبص هنا يعني كوزمن اللي بيغادر أرضية الملعب مطرودا من أمام جماهير شباب الأهلي. سردار أزمون وماجد محسن مصبح هيصفر من أجل استئناف في المباراة. 2 شباب الأهلي لا شيء. الشارجة لوان بريرا هيغادر وهينزل مكانه جيليرمي بيرو، لكن جمهور شباب الأهلي ها هو الآن يصنع الحدث. عائلة كارتابيا هنا في المدرجات سعيدة، سعيدة بابنها الذي سجل الهدف الثاني من علامة الجزاء. وحارب عبد الله سهيل هو الآخر ليستعد للمشاركة الآن في أرضية الملعب. عثمان كمارا بيغادر وبينزل مكانه جيليرمي بيرو، وأعتقد بأن جيليرمي بالا هيغادر واللي هينزل مكانه هو حارب عبد الله سهيل. جيليرمي بيرو حكم المباراة بيقول له ارجع لحد ما الحكم الرابع يعني يرفع إشارة التغيير. ونحن الآن في الدقيقة 94، المباراة اللي توقفت منذ الدقيقة 87. جيليرمي بيرو بدلا من عثمان كمارا، وحارب عبد الله سهيل بدلا من فيدريكو كارتابيا الذي سجل الهدف الثاني، هدف تأمين الصدارة لمصلحة شباب الأهلي. أهون بغادر أرضية الملعب فيدريكو كارتابيا،
وباولو سوزا اللي ها هو يتفوق على كوزمن في الدوري. قلت لكم في الدوري الصيني ماتشين ما بينهم وما بين بعض اتعادلوا 1-1، لكن هنا باولو سوزا يتفوق على كوزمين اولاريو بنتيجه 2-0 هنا في ارضيه الملعب. هو حارب عبد الله سهيل هو اللي بيشارك الان في ارض الملعب. هيستأنف اللعب واعتقد ممكن نشوف 12 او 13 دقيقه وقت محتسب بدل من الضائع. صفر الحكم وها هو استأنف اللعب فعلا 10 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع. كرة من اقصى الجانب الايسر فيها محاولة بكعب القدم اتلعبت الى دافيد بيتروفيك اللي لعبها قصيرة، لكن بوغودان بلانيتش هو الاقرب. بوغودان ومعاه تايرون كونراد ولكن الحكم يصفر بخطأ على بوغودان بلانيتش. الحكم بيصفر بخطأ على بوغودان بلانيتش وضربة حرة. كل شيء اشتعل في المباراة مع ضربة جزاء اللي احتسبت لجيلرمي بالا على مارو كاتينيتش. وهنا بوغودان بلانيتش اللي كان يعني ايده كده جت على وجه دافيد بيتروفيك. ضربة حرة لمصلحة نادي الشارجة. كايو لوكاس واقف على التنفيذ، حذر وترقب داخل منطقة جزاء شباب الأهلي. بعد مرور الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع، وادي الكرة اللي بتتلعب عالية ولكن هنا الإبعاد من مؤنس دبور. نزلت عند ماجد راشد، عودة إلى مارو كاتينيتش اللي بنقل اللعبة في اليمين عند داركو نجماسيتش. إلى كرة عالية مرة ثانية سعيد سليمان يطلع، هنا مؤنس دبور يحافظ عليها. ماجد حسن هو الآخر، لا مش ماجد حسن، ماجد محسن مصبح يا جماعة اللي خد الطرد حارس المرمى. نشوف هنا لوان بريرا مع مؤنس دبور وإنذار على مؤنس. انذار على مؤنس. رمي التماس بتلعب هذه هنا اللمسه وادي تغييره اللعبه في الطرف الايمن من جديد. هنا المحاولات هنشوف ادي الكره وادي هدف اول. ادي جيلرمي بيرو يتقدم بالهدف الاول لمصلحه نادي الشارجه ويذلل الفارق. يذلل الفارق جيلرمي بيرو ويسجل هدف يحيي امال الشارجه في المباراه من جديد. شوف هنا الكوره، شوف هنا التمريره، شوف هنا الكوره الى جيلرمي بيرو اللي راوغ وحطها على يمين حمد المجبالي عشان تبقى النتيجه 2-1. 2-1 يقلص الفارق. وصل اخيرا جيلرمي بيرو الى مرمى حمد المجبالي واللي يضعها على يمينه عشان تبقى النتيجه 2 شباب الاهلي 1 الشارجه. يحاول نادي الشارجه دلوقتي من اجل العوده للمباراه. هنشوف دقائق مثيره قادمه هنا في قمه الصداره. ردت من جديد لوكا ميلوفيوفيتش يغير اللعبه في اقصى الطرف الايسر، لمسه من ايجور جوميز الى برينو كاسكاردو. برينو كاسكاردو اللي يلعب الكرة إلى جيلرمي بالا. جيلرمي بالا اتقطعت، ردت من ماجد راشد إلى تمريرة للأمام أحمد سالم خلفان يصفر ويحتسب خطأ على كايو لوكاس لمصلحة شباب الأهلي. عند رينام فيكتور، عند رينام فيكتور وسط داركو نجماسيتش. وهنا الباص من ماجد راشد اللي كان عنده إنذار، يعني كان يحتسب قبل دقائق من حكم المباراة أحمد سالم خلفان. الإثارة لا تزال مستمرة هنا أيها السيدات والسادة هنا في استاد راشد. شباب الأهلي 2 الشارجة 1 في مباراة حتى الآن لا زالت لم تلقي بالكلمة الأخيرة. شباب الأهلي متقدم بهدفين مقابل هدف واحد ونادي الشارجة الذي عاد قبل دقيقتين يريد أن يكمل العودة ويخرج بالتعادل. تمرير عند جيلرمي بالا، يحاول جيلرمي بالا طولت من أمامه لخارج الملعب وإلى ضربة مرمى. على اللعيبة في الوقت القادم من المباراة إن هم يحكموا عقلهم، لازم يحكموا عقلهم حتى تخرج المباراة إلى بر الأمان. سردار أزمون في الدقيقة 55، فيدريكو كارتابيا من علامة الجزاء في الدقيقة 87، وجيلرمي بيرو في الدقيقة 97 إلى تمريرة عند بالا.
يحافظ عليها وينقلها في الطرف الأيسر. هنا التمرير عند إيغور غوميز اللي يرجع في الخلف إلى كرة طويلة تعود مرة أخرى إلى كرة للأمام. هنا كايو، هنا كايو، 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 حمد المجبالي، حمد المجبالي راية تسلل حرة غير مباشرة، حرة غير مباشرة، ضربة حرة غير مباشرة. أهي في الكرة في اللقطة الماضية شوفنا كايو لوكاس وسلامات لحمد المجبالي اللي واقع على أرضية الملعب. شوفنا اللقطة، شوفنا المحاولة وسلامات لحمد المجبالي، لكن من أجمل المباريات اللي لعبت في الفترة الماضية ما بين الشارجة وشباب الأهلي. مباراة فيها تفاصيل كثيرة وفيها إثارة كثيرة وإعادة للهدف اللي سجل هنا الآن من جانب جالير ميبيرو اللي استلم وأسكنها على يمين حمد المجبالي. شوفنا جالير ميبيرو هو اللي كان أنقذ الكرة في اللقطة الماضية. شوفنا الهدف، بيرو اللي نال فرصته في مباراة اليوم. الكرة ضربة حرة لمصلحة نادي شباب الأهلي. بيعيدها حمد المجبالي هو اللي جاي يلعب الضربة الحرة الآن إلى كرة طويلة وعالية. محاولة للأمام، هنا ماجد راشد وهنا صفارة وخطأ من نصيب نادي الشارجة عند شاهين عبد الرحمن. كرة عند شاهين عبد الرحمن. ضربة حرة لمصلحة نادي الشارجة إلى كرة طويلة. الشارجة لا يريد أن يستسلم، لا يريد أن يستسلم، لا يريد أن يستسلم. حمد المجبالي يتصدى لها بعد محاولة كانت خطيرة من لوان بيريرا، محاولة كانت خطيرة من لوان بيريرا اللي كان قريب من مرمى نادي شباب الأهلي، ولكن حمد المجبالي تصدى لها. شوف هنا لوان بيريرا وهنا التسديد، الكرة اللي كان يعني ضايقوا فيها سعيد سليمان كده في اللقطة الماضية. ردت محاولة في أقصى الطرف الأيمن إلى كرة عالية طويلة المحاولة، هنا الإبعاد من رينان، نزلت الكرة عند حارب لكن تتقطع توصل إلى داركو. نجماسيتش يلعب كرة طويلة، هنا المحاولة عند كايو لوكاس ولكن برينو كاسكاردو يلعبها للمناطق الأمامية. بنلعب في الدقيقة 103، بنلعب في الدقيقة 103. كرة من الطرف الأيسر مرة ثانية، دافيد بيتروفيك يمرر إلى يومين تشو، يومين تشو على الأرض إلى جيلر ميبيرو. يا ولد يا ولد يا ولد يا ماجد يا راشد، لكن برينو كاسكاردو بالمرصاد، برينو كاسكاردو بالمرصاد، وإلى ضربة ركنية هتتلعب من جيلر ميبيرو. هو اللي جاي يلعب الضربة الركنية. ضغط الشرجاوي، ضغط الشرجاوي، يريدون التعادل، يريدون التعادل ولكن يأمنها دفاع شباب الأهلي. كرة المرة دي عند كايو، عدى كايو، مر كايو، بيحاول يلعب العرضية لكن من أمامه جيلر ميبالا. الشرجة لا يريد أن يستسلم، لا يريد أن يستسلم. ها هو كايو لوكاس وضربة ركنية من الجانب الأيمن. ها هو الدوري الإماراتي وها هي الكرة الإماراتية يوما بعد الآخر، الإثارة والتطور يزداد فيها، ومحاولة بالرأس مرت إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى، مرت لخارج الملعب وإلى ضربة مرمى. يو مين تشو اللي كان عايز يسكنها برأسه في شباك المجبالي ولكنها في الأخير إلى ضربة مرمى. شوفنا الكرة، يو مين تشو اللي كان ارتقلها وأخرجها إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. شايف كده في المقصورة الأمامية
الأستاذ عبد المجيد حسين وبجواره الأستاذ علي عتيج ورجالات شباب الأهلي على أعصابهم في انتظار صافرة النهاية هنا في قمة مثيرة في مواجهة شباب الأهلي والشارجة. داركو نجماسيتش نزل أحدث الفارق في وسط الملعب لكرة من الجانب الأيسر، هنا التمريرة دافيد بيتروفيك ولكن يخسرها لوان بيريرا وإلى خارج أرضية الملعب وإلى رمي التماس. الدقيقة 105 105 ولا زالت الإثارة مستمرة هنا في أرضية الملعب. رمي التماس هتتلعب، رمية التماس الآن عن طريق سعيد سليمان اللي جاي يلعبها من ناحية اليمين. سعيد سليمان يلعب الكورة لكن داركو نجماسيتش يردها لوكا ميليفيوفيتش إلى كرة طويلة محاولة عند ماتيو ساو لكنها إلى تماس. بيتروفيك يلعب الكورة عند عادل الحوسني، رجعت لعادل الحوسني بيراوغ ماتيو ساو، بيراوغ ماتيو ساو وبينقل الكرة في الجانب الأيسر إلى بيتروفيك اللي بيلعب كرة عالية، هنا الإبعاد وصلت إلى داركو نجماسيتش اللي بينقل الكرة، هنا جيلرمي بالا بيحاول يقطع لكن مارو كاتريتش، هنا ماتيو ساو لكن عادل الحوسني هو اللي بيأمنها. غلط 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 غلط، هنا القرار إيه؟ هنا القرار إيه؟ هنا القرار إيه؟ القرار يا أحمد يا سالم يا خلفان، هنا القرار طرد على عادل الحوسني، طرد على عادل الحوسني. يا هي إثارة هنا في القمة، يا هي إثارة هنا في القمة. نعم القمة تستحق التضحية حتى الرمق الأخير، وها هو عادل الحوسني أحد الأشخاص الذين ضحوا بوجودهم من أجل القمة. هنا شوف المراوغة الأولى لماتيو ساو، بعد ذلك التمريرة ضغط لعيبة شباب الأهلي وتحديدا هنا الكرة اللي كان قطعها لوكا ميليفيوفيتش ورجعت من جديد. بص هنا بقى جيلرمي بالا وبص هنا الضغط من ماتيو ساو، عادل الحوسني نجح إلى أن عادت الكرة. بتعمل إيه يا يوم يا مين يا تشو؟ وهنا الكرة لكن عادل الحوسني قال لك يانا يا الهدف. شوف هنا اللقطة وشوف الإثارة، شوف الإثارة. بيلبس تيشيرت خالد توحيد ماجد راشد عشان هو اللي يقف. الدقيقة 107، اثنين شباب الأهلي واحد الشارجة، في واحدة من أمتع القمم وأكثرها إثارة هنا في الكرة الإماراتية. ضربة حرة، ضربة حرة، جيلرمي ومؤنس دبور وماجد راشد، جيلرمي ومؤنس دبور وماجد راشد عايزين يركنوها في الزاوية قوية عشان خاطر ماجد راشد مش حارس مرمى، لكن الشارجة يعاني. ومؤنس دبور يلعب الكرة القصيرة إلى جيلرمي إلى مؤنس، مؤنس يروح على الطرف الأيمن، مؤنس يسقط، مؤنس أحمد سالم خلفاني يلعب إلى ضربة مرمى عند ماجد راشد. الشارجة بيلعب ناقص واحد وتغييراته كلها انتهت، واللي اصبح حارس مرمى هو ماجد راشد، وانذار هنا محتسب على ماتيو ساو. حكم المباراه بيقول ارجع العب ضربه مرمى، ارجع العب ضربه مرمى. اثاره هنا وهناك وضربه مرمى. ما وصلنا للدقيقه 108، الى كره عاليه، عدت الكره، عدت الكره، ورينام فوكتر يلعبها طويله وبالفعل صار.